الأعزاء الأصدقاء، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحييكم في هذه الليلة، ليلة تتخصص حول النقد، حول عدة الإشكاليات، يعني بعد نقاش مطول مع العديد من الأصدقاء النقاد معنا هذه الليلة، الدكتور خليل الشكري والدكتور عاطف الدرابسة، الأستاذ صبري يوسف، الدكتورة جميلة الوطني، الدكتورة دورين سعد، ومعنا أيضا من لندن صديقنا العزيز الأستاذ حاتم الشماع الناقد، وهو الآن متواجد في لندن. مرحبا بك دكتور حاتم، شكرا جزيلا لوجودك هذه الليلة. هذه الليلة ستكون مداخلتين ورقتين من الدكتور خليل شكري هياس والدكتور حمد حجي الذي سيلتحق بنا بعد أقل من دقيقة أو دقيقتين، يعني فقط يصل إلى بيته وهو الآن يتابعنا عبر الفيسبوك بحيث لا يفوت شيء. إذن في البداية أرحب بكم جميعا ضيوف الأعزاء وأصدقائنا وأساتذتنا في هذه الليلة اللي دار قبل هذه الليلة، يعني الندوة عندما تم تنسيقها كان يعني عملنا مجموعة على الماسنجر وكان هنالك نقاشات كثيرة، وبعد ذلك هذه النقاشات أيضا ستفرز هذه النقاشات يعني توحدت فيها واتفق فيها النقاد على أن يكون هناك ورقتين، ورقة من ناقد في المشرق العربي وورقة من ناقد في المغرب العربي، وبعد ذلك بتكون هنالك النقاشات والإضافات التي سيضيفها الأصدقاء والأعزاء والأساتذة والضيوف الذين أيضا يريدون أن يلتحقوا بنا. فستبدأ الدكتور خليل شكري هياس الناقد الأديب والشاعر أيضا والذي كان معنا في أمسيات كثيرة. رحب بك دكتور خليل على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة. والآن دكتور خليل أنا بعطيك بحدود 15 دقيقة، خذ الوقت الذي تراه مناسبا لك بحيث تقدم ورقتك، وأتمنى من الأصدقاء وأساتذتنا النقاد أن يدونوا إذا كانت لديهم ملاحظات إضافات أسئلة يودون توجيهها أيضا إلى صاحب الورقة، باعتبار إحنا لدينا، إحنا كنا في ندوة سابقة تحدثنا عن أزمة النقد وفي المشرق والمغرب العربي، هل متشابه هل اختلاف، وأنتم ناقشتم أيضا على مجموعة الماسنجر أشياء كثيرة، وارتأيتم أن يكون الموضوع يتناول مسألة الأزمة والمنهجية وما تحبون أن تطرحونه. إذن دكتور خليل أنا أدع لك الفرصة حق أنها تأخرنا قليلا عن موعدنا، فتفضل أنت تلقي ورقتك، أصدقاء أساتذتنا النقاد يدونون الملاحظات، ثم تكون بعد ذلك المداخلات مع حضور أيضا الدكتور حمد، بينما اعتذرت الدكتورة دريا بن شيخ بسبب عائق لم يصل قطارها، فأتمنى إن شاء الله لها سلامة الوصول. دكتور خليل نبدأ مباشرة ونبدأ معك، كل الشكر والمحبة للأصدقاء والأساتذة الذين هم معنا، تفضل دكتور خليل. شكرا جزيلا أخي وصديقي حميد العقبي على هذه التقديم، على هذا التقديم وعلى هذه الندوة المهمة التي تحاول أن تطرح بعض المسائل الخاصة ب اتجاهات ومناهج النقد وإشكالية تطبيقها في النقد العربي. في حواراتنا خلال الجروب أو المجموعة الخاصة بنا كنا نتحاور كثيرا على موضوع هذه الندوة والملابسات الكثيرة التي تقف عند طرح مثل هذا الموضوع، ولا شك أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى ندوات كثيرة ومؤتمرات كثيرة لتشعب هذا الموضوع وتمددها بمختلف المجالات. بالتالي أعتقد أن أي ورقة نقدية وأي محاضرة لن تستطيع أن تفي هذا الموضوع حقه الكامل، لكن هنا نحن بصدد طرح بعض الإشكاليات الخاصة بمدى تطبيق أو مدى نجاح النقد العربي في الإفادة من النقد الغربي. وأيضاً قبل نبدأ المحاضرة، أزمة النقد العربي أو إشكاليات التي تواجه النقد العربي في تطبيق المناهج، أياً كان عنوان الندوة، فأعتقد أننا
لن نستطيع أن نغطي كل الجوانب الخاصة بهذا الموضوع. لذلك سنحاول أن نركز على بعض الإشكاليات المهمة في هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، ونترك المجال واسعاً أمام الأخوة الحاضرين يعني طرح ما لديهم من أفكار ومداخلات تخص هذا الموضوع. لا شك أن النقد العربي تناول بطريقة أو بأخرى هذه المناهج ونجحت في مجالات وربما لم تنجح في مجالات أخرى. عملية نجاح النقد العربي في استيعاب المناهج العربية، مناهج النقدية الغربية والنظريات والاتجاهات الغربية النقدية، أيضا هي عملية نسبية. لا نستطيع أن نحكم على فشلنا في تناول هذه المناهج والإشكاليات والنظريات، ولا نستطيع أن نقول أننا نجحنا نجاحا باهرا في هذا الموضوع. يبقى وتبقى هذه المسألة مسألة نسبية، وأعتقد أن نجاح النقد العربي في هذا المجال كان نجاحا مسجلا بطريقة فردية. نجح ناقد ما أو نقاد معينين في استيعاب هذه المناهج، وربما لم ينجح أناس آخرون في هذا المجال. يعني كما قلت أننا لا نستطيع أن نستدرج أو نطرح هذا الموضوع بطريقة ديناميكية من النشأة إلى التطور ومن ثم إلى الاستواء، لكن سنحاول أن نركز على بعض الإشكاليات، وربما لن نقف عند النجاحات التي حققتها النقدية العربية بقدر ما نحاول أن نسلط الضوء على الإشكاليات التي واجهتنا في تطبيق المناهج النقدية الغربية. تتمحور ورقتي حول إشكاليات ثلاثة: إشكالية النشأة والتكوين، وإشكالية الترجمة، وإشكالية التطبيق والإجراء. هذه المحاور الثلاثة سأحاول أن أتناولها في ورقتي هذه. أولاً ما يتعلق بإشكالية النشأة والتكوين، تكمن هذه الإشكالية في المحاور الآتية. المحور الأول أو الإشكالية الأولى: نحن نعلم أن لكل منهج نقدي فلسفة يستند عليها، وهذه الفلسفة حتماً تنبثق من رحم الثقافة والبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ينشأ فيها المنهج. والمناهج الغربية كلها نشأت وتشكلت وتطورت في ظل فلسفة وثقافة وبيئات اجتماعية وسياسية واقتصادية مغايرة لواقعنا العربي، وهذا أثر بشكل كبير على طبيعة فهمنا للمناهج وصعوبة تطبيقها الصحيح على المتون العربية. الإشكالية الثانية في هذا المجال تكمن في أن المنهج النقدي في الغرب نشأ بشكل ديناميكي تراكمي متصاعد إلى أن وصل مرحلة النضج، وهذا يعني أن التطبيق أيضاً مر بكل هذه المراحل وتعرض إلى إخفاقات وصعوبات، ومن ثم معالجة هذه الإخفاقات وصولاً إلى النجاح. في تطبيقنا نحن للمناهج الغربية استدعينا هذه المناهج من دون النظر إلى مدى موائمتها للمتن العربي ولا إلى امتداداتها ومرجعياتها في الثقافة العربية، على الرغم من محاولة بعض المفكرين والنقاد في هذا الجانب. مثلاً في الكيميائية حاول بعض النقاد أن يؤصلوا لها في النقد العربي القديم، فوقفوا عند العلامة والإشارة في مقولات الجرجاني والجاحظ، لكن هذا البحث لم يكن كافياً على النحو الذي يخدم الاشتغال النقدي العربي بكيفية توصل إلى نتائج بحثية مهمة عربياً، وظل النقد السيميائي العربي أسيراً للتوجه الغربي في النقد. الإشكالية الثالثة في هذا المحور: الاختلاف والمغايرة
بين طبيعة المتون العربية وبين مثيلاتها الغربية. لذا محاكاة ما طبق من المناهج الغربية على المتون الغربية محاكاة ببغائية تسببت بأخطاء فادحة لم تظهر خصوصية المتن العربي من حيث الصياغة والدلالة والبحث في جماليات النص. الإشكالية الثانية كما قلت أنه المحور الثاني يكمن هذا المحور في إشكالية الترجمة، وكلنا نعلم أن الترجمة أوقعتنا في إشكاليات كبيرة تخص طبيعة تناولنا للمناهج الغربية. هذه الإشكالية ممكن أيضاً أن نضعها في مجموعة من المسائل. المسألة الأولى إن المتصدين لموضوع الترجمة معظمهم لم يكونوا متخصصين في مجال النقد والأدب، وأغلب التراجم كان التراجم معجمياً آلياً. هذا الأمر ولد أزمة كبيرة في ترجمة المصطلح وضبطه المعرفي، اعترف بها المختصون وقالوا بوجود أزمة مصطلح نقدي عربي معاصر. يقول الطاهر الهمامي مثلا في هذا السياق: أوقعت النقول الفردية التي واجه بها النقاد العرب المدارس النقدية الحديثة وترساناتها الإصلاحية في إخلالات جمة كان من نتائجها فقدان المعرفة المنقولة لنجاعتها الإجرائية وهي تدخل فضاء اللغة العربية، إلى أن يقول: فصاحب هذه الفوضى الترجمية لمفردات الحقل النقدي إخلالات عديدة من شأنها أن تزيد الوضع سوءا، مردها إلى قصور في تدقيق معنى المفردة المنقولة. هذه أعتقد نقطة أساسية وسبب جوهري في خلق فهم خاطئ للمناهج النقدية وفي استيعابها واستيعاب المفاهيم فيها. هذا الأمر انعكس سلبا على مستوى الإجراء والتحليل ومعالجة النصوص. المسألة الأخرى التي تخص الترجمة: تعدد الترجمات للمتن الواحد وللمصطلح الواحد. هذا الأمر خلق إرباك كبيرا لدى الناقد والباحث العربي. المحور الثالث من الإشكاليات التي واجهت النقدية العربية تكمن في الجانب الإجرائي، في الجانب التحليلي، وربما سنعطي هذا الموضوع أهمية أكبر ونتوسع فيها قليلا. ويمكن رصد هذه الإشكاليات في الآتي: أولا، في الغالب عدم فهم المتصدي للتحليل لطبيعة المنهج الذي يتبعه، فنرى هذا المتصدي باحثا كان أو ناقدا يلامس المنهج من دون فهم عميق للأصول الفلسفية للمنهج، ومن ثم هناك قصورا في الوعي لطبيعة المنهج من حيث الإجراء والمعالجة. المسألة الثانية، عدم وجود مسار واضح ومحدد ومنضبط في تبني واعتماد منهج محدد في التحليل عند البعض، فنراه يلجأ إلى التوافقية بين المناهج أو ما يسمى عند البعض بالمنهج التكاملي، فيلجأ إلى التوافقية بين المناهج في تحليل النص بحجة وجود منهج تكاملي في النقد. هذا النوع من التحليل حتما سيقدم رؤية نقدية مشوشة ولا تفضي إلى نتائج حقيقية للبحث. المسألة الأخرى، اقتصرنا في تطبيق المناهج على النص الأدبي حسب، ولم ننتبه إلى طبيعة تطبيقاتها في الثقافة الغربية التي عدتها سلوكا حياتيا قابلا للتطبيق ليس في النص الأدبي حسب، بل في مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية والفلسفية والاجتماعية. نضرب أمثلة على ذلك: رولان بارت مثلا
طبق المنهج السيميائي على الأزياء وعلى الأطعمة وعلى الأسطورة قبل تطبيقه على النص الأدبي. جاك دريدا لم يطبق التفكيكية على النصوص الأدبية، وإنما طبقها على المجال السياسي. وهنا ألفت انتباهكم إلى أطروحة غوندوليزا رايز التي طبقت المنهج التفكيكي على نظرية الفوضى الخلاقة. هذه النظرية التي طبقت على المنطقة العربية وعملت على تجزئة المجزأ وتفكيك الاقتصاد وتمزيق المجتمع. التداولية مثلا لم تظهر في رحم النص المكتوب ولا من رحم النقد، وإنما من رحم النص المنطوق والمتداول في الحياة اليومية. وعندما حاولنا تطبيق ذلك لم نلتفت إلى هذه القضية، واعتبرنا التداولية مظهراً أو منهجاً نقدياً وطبقناها مباشرة على النص الأدبي المكتوب والمدون. المسألة الأخرى في الجانب الإجرائي، التشتت التي نجدها عند كم من غير قليل من النقاد لكونهم ظلوا متوسلين بآليات مناهج النقد الغربي وعملوا على التمثيل الناقص لهذه المناهج وحاولوا توظيفها من دون استيعاب دقيق لجزئياتها وتفاصيلها. ويعود سبب هذه الأزمة بالأساس إلى تسليم كثير من نقاد العرب بالطابع المطلق للمناهج النقدية الغربية وزعمهم أنها معارف كونية ينبغي عدم التردد في استيرادها وتوظيفها دون ما أي نقد أو مساءلة، ما جعلهم يحددون قيمة المنهج بما يختزله من طاقة إجرائية ويستبعدون خلفيات هذه المناهج التاريخية والمعرفية وأسس هذه المناهج العلمية والفلسفية، ولم ينتبهوا إلى خصوصية المتن التي يحاولون التطبيق عليها ومدى مطاوعة هذا المتن العربي لتلك المناهج. المسألة الأخرى التتبع الأعمى للمناهج. في هذا السياق يقول حسن بحراوي: لم يعد هناك مشروع ثقافي حتى للتبعية، وإنما أدوات إجرائية تسعى إلى نقل التقنيات والآلات التي تتصور أنها قادرة على حل مشكلات الواقع. وهذا هو لب المشروع الجديد الذي تحول فيه المثقفون مثلهم مثل المهندسين والأطباء والأطباء الممارسين إلى مجرد تقنيين لا يفكرون إلا في كيفية تنفيذ المشروع الذي يضعه السياسيون من دون حق التفكير فيه أو مناقشته أو حتى التعرف عليه. إذن نحن نعلم أن التشخيص الإجرائي في دراسة المتن من دون أن يفضي هذا التشخيص إلى دلالات وجماليات النص غير مجد ولا تقود إلى فهم عميق للنص. للأسف بعض النقاد وقفوا عند هذا الجانب التشخيصي التقني ولم يحاولوا أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك، أنهم يبحث عن دلالات هذا التشخيص ويبحث عن دلالات هذا التشكيل في المتون العربية. سيد بحراوي مثلا أيضا يرى أن الممارسة العربية الراهنة لا تزيد عن الجمع والتلفيق من النظريات التي تظهر في الغرب ثم تختفي ليقوم النقاد بتلقفها بعد أن تكون حلت محلها نظريات أخرى. المسألة الأخرى في هذا الجانب، الجانب التحليلي، التحيز غير المبرر واللا مدروس للوافد الغربي من المناهج بداعي المثاقفة والتطور وعالمية النظرية والموروث الإنساني المشترك أو المناهج المتاحة للجميع أو بدعوى أنها نتاج علمي متجاوز لمؤثرات الأيديولوجية إلى غير ذلك من الحلول السهلة التي تسهل القفز فوق حقائق الاختلاف وصعوبة الأقلمة والتوطين. هذا الأمر جعلنا نركز على
المتون المشابهة في الثقافات الأخرى وإهمال المتون العربية الأصيلة التي تميزت بها الأدب العربي. فركزنا على المتون الموجودة في الثقافة الغربية وأهملنا المتون العربية، منها على سبيل المثال أدب الرسائل، منها على المقامة وغيرها من الفنون العربية الخالصة. المسألة الأخرى افتقاد النقد العربي إلى مؤسسة تخصصية تعمل على خلق جيل من النقاد المتخصصين، وظل النقد عندنا في قسمه الأكبر عملية ذوقية، وظلت الساحة النقدية مفتوحة أمام النقد الانطباعي المعتمد على الأوصاف الشعرية والجمالية الفضفاضة البعيدة عن التشخيص لعدم وجود المختص. كذلك وجدنا أنفسنا أمام النقد الصحفي المتسرع الذي لم يكن أحسن حالا من النقد الانطباعي، وكلا النقدين لم يقوما على أسس نقدية حقيقية لافتقار كتابها إلى الأصول المنهجية في الكتاب. المسألة الأخرى أيضا فيما يتعلق بإشكالية التحليل، ضعف في معاينة الإبداع وتقييمه، وهنا نشير إلى عجز المنهج الشكلي الحديث وعلى رأسه النقد الألسوني في تكوين أحكام قيمية للنصوص، فصار النقد مجرد بيان لأنظمة لغوية ووصف لعلاقات بنائية تتساوى النصوص فيها. يقول بهذا الصدد إبراهيم السعافين إن النقد الألسوني على جدته وأهميته لم يستطع أن يفيد النقاد والدارسين العرب كثيراً في معاينة النص بقدر ما مهد السبيل أمام بلاغة شكلية جديدة. وحسبنا أن نتذكر كتابا هو خطاب الحكاية لجيرار جينيت الذي فيه تصنيف ذكي وجهد كبير، ولكنه أورثنا هما ثقيلا بما قدمه من تصنيفات شكلية لا تفرق بين نص وآخر مهما كان البون بينهما واسعا، وهذه إحدى الإشكاليات، بل الحقائق التي أدت إلى قناعة راسخة بقصور تلك المناهج عن معاينة الأعمال الأدبية. أخيرا الصراع الدائر بين مدرسة المحافظين وبين مدرسة المحدثين في النقد العربي، هذا الصراع ولد رؤية تناقضية أثرت بشكل سلبي على النقد العربي، في حين كان من الأولى إجراء عملية موازنة بين الوافد من المناهج وبين السائد الأصيل في النقد العربي، والخروج برؤية نقدية جديدة تتواءم مع طبيعة الثقافة العربية. إلى هنا أكتفي بهذا القدر، على أنني إن شاء الله سأستمع إلى مداخلاتكم التي ستثري حتما هذه الورقة وستثري الندوة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أستاذ الغالي على هذه المداخلة وهذه المحاضرة القيمة اللي أنت يعني ربما الأخوة الأصدقاء الأعزاء أيضا كتبوا الملاحظات. دكتور حمد موجود معنا. دكتور حمد أعتقد تلقي ورقتك ثم يكون النقاش. دكتور حمد أنت معنا؟ دكتور حمد يبدو أن الدكتور حمد يعني ملتحق بنا ولكن يبدو أنه انشغل قليلاً. هل في ملاحظة أو في مداخلة حتى يعود الدكتور حمد تعقيب على ما قاله الدكتور خليل؟ دكتور عاطف أو دكتورة دورين، أستاذ صبري، دكتور حاتم؟ نعم تفضلي دكتورة دورين. مساء الخير. مساء النور دكتورة. مساء الورد. شكرا لك دكتور خليل على هذا الطرح القيم.
وفي الواقع لقد أثرت العديد من الإشكاليات الجديرة بالنقاش في هذه الأمسية. أنا أردت أن أقول أنه مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم، لا أعرف كم معي من الوقت حتى أضبط النقاش. الإدارة الجلسة بيد تفضلي تفضلي دكتورة الحديد. تفضلي خذي لك حتى 10 دقائق. خذي الوقت كويس. اللي بدك يا دكتورة دوري. الوقت اللي بدك يا دكتور عاطف نعطيك كرت الأبيض. لا ما في اثنين غياب يعني في اثنين. إيه نعم تفضلي دكتورة نستفيد منكم طبعا تفضلي. نعم مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم أعلن بعض النقاد الغربيين عن موت النظرية، وما زال هناك من ينعاها، وهنا هذا يعود إلى كتاب تيري إيجلتون بعد النظرية، ويؤدي هذا الموقف في الواقع إلى شيوع نظرية ما بعد الحداثة وكيفية تلقيها من قبل بعض القراء كمراوغة فلسفية. ومن المستغرب أن يأتي هذا الموقف من النظرية النقدية في نهايات قرن تميز بتعدد نظرياته التي بدأت في روسيا لتسحب فيما بعد إلى أوروبا الشرقية ثم الغربية لتستقبلها الولايات المتحدة في نهاية المطاف. والمتغيرات السياسية التي طرأت على روسيا والغرب كانت محركاً أساسياً في تبدل النظرية، وطبعاً هذه المعلومات معروفة للجميع، بل أيضاً وفي إثارة يعني الجدل التنظيري كان له أهمية في تعريف علاقة الأدب والفنون بالسياسة، خاصة مع احتدام المناظرة بين النظريات المؤسسة على الفلسفة الماركسية والتي تأخذ بمرجعية النص والنظريات الأخرى المؤسسة على لا مرجعية النص. إذن من هنا تبدأ الإشكالية بين نظريتين، البعض يعود أو يحيل تحليل النص يربطه بمرجعية، والبعض الآخر يعتبر أن هذا النص بناء قائم بحد ذاته. وفي الواقع بالرغم من أن المهمة الأساسية لهذه الندوة هي تقديم قراءة للمشهد النقدي، يبقى التساؤل هنا حول علاقة الأدب والنقد بالمؤسسات واللحظات التاريخية والمجتمع، وكذلك وهذا ما نعاني منه علاقة التعليم الجامعي في أقسام الأدب بتطوير المؤسسة النقدية، إذ من الضروري أن يعود النقد إلى محيطه الاجتماعي. هنا ففي هذا الأمر محاولة لإعادة العرى التي انفصمت بين النقد والمجتمع بعد أن تحول إلى ممارسة سرية تجد صداها في دائرة مغلقة نخبوية من القراء. وفي الواقع نحن نلاحظ بأن الجامعات العربية متقاعسة عن المشهد النقدي المعاصر، والنظرة العجلة على ما يدرسه الطلبة في أقسام الأدب، ولا أعرفون إن كنتم توافقونني الرأي، تثبت لنا اليوم أن المشكلة لا تقوم فقط في عزلة النقد الأكاديمي عن الوسط الاجتماعي، بل في عزلة النقد الأكاديمي عن المعرفة الوفيرة التي توصل إليها البحث النقدي في العلم. فلا عجب بالتالي إن وجد بعض الكتاب أو المبدعين أنفسهم عاجزين عن تقبل النظريات النقدية، إذ يعتبرون بأن عملهم الإبداعي عصي على النقد، فبالنسبة إليهم هنا تتراجع سلطة العقل في رحلة نشوء الإبداع، مع أنه بعد اكتمال العمل الإبداعي يبسط العقل سلطته كأنه ينتقم من لحظات اللامنطق واللامعقول التي استغرقها نشوء الإبداع. إذن بالتالي لا يمكننا أن نفصل النظرية النقدية عن نص المبدع. ومهما يكن من أمر، فالناقد إلى أي عصر أو بيئة انتسب، أعتقد أنه يجب أن تتوفر فيه عدة صفات، منها سعة الاطلاع، دقة الملاحظة، الموضوعية، والتمتع بالحس النقدي المرهف والحياد، ما ينقذه من التقريض أو التجريح كثير من الأحيان، وأن يكون بدوره مبدعاً. يعني هون مهمة الناقد أيضاً أن يكون مبدعاً، إذ لا يستطيع أن يكشف أعمال المبدع ويحكم عليه إن لم يتلبس مشاعره وانفعالاته ويواكبه في مختلف الأمور. بالتالي على المبدع أن يتقبل النقد بسعة صدر، لا سيما إذا كان الناقد يتمتع بهذه الصفات
من دون أن نتغافل عن فكرة مهمة، ألا وهي أن النقد حالة متصلة بالحركة الحياتية الاجتماعية الفنية المتدفقة، وهو منشغل بالثوابت العامة حركة المجتمع وعلى رأسها الحرية والإبداع. ودون الوعي بهذه الشروط يصبح النقد مجرد فرع من فروع الدراسة المتخصصة التي تنفي نفسها بنفسها، إذ يتقلص الاحترام الاجتماعي وربما الأكاديمي لها. بالتالي النقد يجب أن يكون وسيطاً بين الأدب والمجتمع، لأن وظيفته الأساسية هي أن يفحص أولاً الأدب ثم السياق الاجتماعي لما يدرسه. في هذا الإطار أنا أوافق إدوارد سعيد الرأي، لا سيما في حديثه عن الوعي النقدي الذي هو إدراك الاختلاف بين المواقف وأدراك الحقيقة التي تفيد أنه لا نظام أو نظرية يمكن أن يستنفذ الموقف التي منه انبسط أو إليه انتقلت. بالتالي فإن عملية الناقد أو عمل الناقد هو فتح النظرية على آفاق الواقع التاريخي، ونحن النظريات التاريخية ربما صارت النظريات النقدية قديمة، صارت يعني هلأ نحن في عصر مختلف، لذلك لابد من أن نفتح النظرية من دون أن نتخلى عن واقعنا التاريخي على المجتمع والحاجات والاهتمامات الإنسانية، لأن عمله هو أن يحدد الشواهد الملموسة المستخلصة من الواقع اليومي الذي يكمن خارج أو بعد منطقة التأويل المعينة. وأعتقد أنه ما من منهج أو نظرية واحدة بإمكانها أن ترصد كل الأحوال والغايات الموجودة في النص، إذ يتعذر على اللغة أن ترصد المادة الروحية لأنها سريعة التبخر. هون شو بدنا نعمل بهذه الحالة؟ ومنبتها الإحساس المرهف والشعور العميق وضرب من الصمت، ولا تستطيع الكلمة أن تحتويها. فالأحاسيس والانفعالات في رحلتها بين الذات والكلمة تفقد بعضاً من وهجها. وتبقى هنا التساؤلات عديدة، وأرجو أن تكون مدار نقاش بيننا لاحقاً. إلى أي مدى يمكن أن يتقبل المبدع رأي الناقد؟ وهل من ناقد قادر أن يؤثر إيجابياً لا على صعيد الفكر الاجتماعي فقط، بل على صعيد الفعل الاجتماعي؟ وإلى أي مدى يمكننا موافقة قول نورثروب فراي بأن النقد قادر على الكلام بينما الفنون الأخرى كلها خرساء؟ وشكراً لكم. شكرا. حلو. شكرا شكرا جزيلا دكتورة دورين على هذا الطرح الجميل. دكتور حمد، الآن ورقتك وبعد ذلك نفتح باب النقاشات طبعا والمداخلات. شكرا، اهلا وسهلا. أتمنى أنك قد استمعت للدكتورة دورين، وقبل ذلك ايضا تابعت الدكتور خليل. نعم، كنت تابعت، وحتى لا يعني حتى لا نكرر انفسنا، اذا ساحاول ان اتحدث. إذن أشكر صديقاي قبل ذلك الدكتور خليل، وخاصة لما تقدم به، وأشكر الأستاذ دكتور الدورين أيضا على ما قدماه إذن في هذا المبحث الكبير، وهو مبحث النقد والمناهج. بقي إذن سأختصر ربما الكلام الذي وقع التحدث فيه. أنا سأتحدث في مفهومين مطروحين في المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، في مسألة النقد بالذات. أولى هذه العناصر هي مفهوم النظرية الأدبية، والنقطة الثانية تتعلق ربما بأسباب هذه الأزمة حول مفهوم النظرية والحلول التي وقع التطرق إليها يعني في هذا المجال. إذن قلت سأبدأ بمفهوم النظرية الأدبية عند نقادنا المعاصرين. إذن ننطلق من رؤيتين. رؤية الأولى لسعيد يقطين،
والرؤية الثانية لعبد السلام المسدي إذا سعيد يقتين من المغرب، والدكتور إذا المسدي من تونس. إذا سأحاول أن أتحدث عن الأسئلة التي طرحتها النظرية الأدبية ومعايشة هذين العالمين النقديين في المسألة الأدبية والنقد الأدبي. أول قلت إذن أن الاصطلاح أو المشكل الذي واجهه النقدان هو مشكلة الاصطلاح أو مشكلة المصطلح. أن نذكر على سبيل المثال أن الدكتور المسدي إذن واجه مصطلح الانزياح مثلا في سواء ترجمته أو أيضا في وجوده داخل النظرية الأدبية، لو جاز لنا أن نقول النظرية الأدبية العربية. إذن من السهل أن نتعرف على النظرية كمصطلح باعتبارها مرتبطة بعدد من العلوم، منها على سبيل المثال يعني أن ارتباط النظرية الأدبية بالعلوم كعلم النفس أو علم الاقتصاد. ولكن هذه المصطلحات أو مصطلح الانزياح عند الناقدين تعريفهما إذن حصل من خلال تعريف آخر وهو تعريف للأدب. إذن عرف هذا المصطلح تطورا، لأن الدلالة اللغوية على الأدب ذاته والذي مر به تاريخنا العربي حتى من الدلالة اللغوية للأدب يعني كان يعنى به الطعام، وتوسع المعنى في العصر الأموي ليشمل التعليم والتهذيب والحكمة والنصيحة. فواجه نقادنا إذن هذا المفهوم أو على أنه دالة على صناعة الكلام وفن القول، بما أن الأدب على هذه الشاكلة كما ذهب إلى ذلك الجاحظ في كتابه، أو ابن العباس المبرد في كتابه الكامل في مفهوم الأدب ليشمل الكلام يعني المنثور والشعر والموعظة والخطبة والخطبة والمثل السائر وغيره. إذن كان المشكل الاصطلاحي مصطلح الانزياح عند يقطين أو عند عبد السلام المسدي كان إذن يتعرض إلى هذه الشبكة من الصعوبات. فدل إذن المشكلة المصطلح من حيث النظرية ومن حيث المفهوم حول الأدب أدى إلى ثمرة إجادة منهما، وقد كان اتفاقهما على كلمة ليكار المفهوم الذي أخذ من النقد الغربي. إذن هذا من حيث أخذت مثال المصطلح الانزياح. لكن الإشكال يتعدى أن يكون المفهوم للمصطلح وتعلق بنظرية وبالأدب إلى خلفيات فكرية مختلفة وقع تحديد ماهية الأدب عليه. لذلك نقول فإنه تعريف نظرية الأدب بما هي نظرية منفتحة على عديد النظريات الأخرى الأدبية مثل نظرية المحاكاة ونظرية الأنواع الأدبية ونظرية التعبير ونظرية الخلق ونظرية التلقي ونظرية البنيوية ونظرية الماركسية وغيرها، فتأسس من المصطلح هذا المصطلح من هذه النظريات، ولكن كل منهما على خلفية فلسفية ومعرفية. هنا سأقدم وجهة نظر عبد السلام المسدي حول نظرية الأدب. إذن يرى أن نظرية الأدب هي مجموعة من الآراء والأفكار المتسقة والمترابطة والمستندة إلى نظرية في المعرفة. والثانية
ليقسين الذي يرى أن نظرية الأدب هي مجموعة من الأفكار التي تهتم بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته، كما لو كنا دخلنا إلى التأريخ كما ذكر صديقنا الدكتور درابسة كم مرة في أن النقاد يذهبون إلى النشأة معرفة ماهية نظرية الأدب، ومنها يستطيع الناخب بتقديرنا أن يؤصل المصطلحات التي هي تتشابك وتعتبر حجر عثرة سواء للمتلقي كاتبا أو أيضا للمتلقي ناقدا. أولى هذه الأسئلة هي سؤال ما هو كما قلت قبل قليل، ما هو الأدب؟ وهنا أقول بأنه رجوع سعيد يقطين إلى ما قاله جون بول سارتر في كتابه كاسكولا ليتيراتور، قام المسدي بالذهاب إلى سؤال آخر يتعلق بسؤاله حول هل الأدب هو تقليد لنصوص أخرى أو هو تقليد لطبيعة كما في نظرية المحاكاة عند أرسطو، وأيضا طرح إشكالية أخرى، ما هي أبعاد الأدب، ما هي خصوصيته، ولماذا الأدب؟ أهو من أجل رسالة يعني كليلو ميساج دو لا ليتيراتور، ما نوع هذه الرسالة؟ ودخل في أسئلة أهي اجتماعية، وبالتالي ندخل إلى النظرية الاجتماعية، أو هو نفسية، أو هو فنية، أو تربوية، أو تاريخية. إذن هنا هل الأثر الذي يحدثه الأدب هل هو سبر لأغوار النفس البشرية كما تقول النظرية التحليل النفسي، أو كما كتب يعني جون كليمان في التحليل النفسي للأدب والذي ترجمه الدكتور حسين المودن أيضا التونسي. إذن الداعي هنا هذه الأسئلة طرحها لتعريف مصطلح الانزياح، ولكن العقبة التي تعرض إليها الناقدان بتقديرنا هو السؤال الذي يتعلق بنظرية الأدب، وهو السؤال التالي: من هو هذا المتلقي؟ الريسبتور، يعني ما هي مواصفاته وأنواعه؟ وهذا يتعلق بنظرية التلقي التي تسمى يعني في بعد بجمالية التلقي خاصة مع جويس. إذن هذه المقدمة النقدية التي سعى إليها الناقدان ربما كانت أيضا متعلقة بنقطة ثالثة، وهي الصور، هل أن الأدب صورة للواقع الاجتماعي والاقتصادي كما تقول النظرية الماركسية والاجتماعية؟ إذن هنالك سلسلة من عوالم المعرفة الاجتماعية وغيرها كان لها السؤال حول تحقيق المصطلح، وهو الإشكال الذي فسرناه عند الناقدين يقطين وعبد السلام المسدي على اختلافهما في أن أحدهما مختص في الألسولية والآخر مختص في الأدب والنقد المقارن. إذن طرح بعد ذلك لهذا المصطلح ذاته نظري البحث في مجموع، هل أن الأدب هو مجموعة من النصوص المتعالكة كما تقول نظرية التناص، أو أن كيف يفسر الأدب أو كيف يؤول، يعني ما هي قواعده التأويلية؟ وهنا دخلنا نظرية التأويل يعني الهرمنوتيقا. إذن هنا هذه العناصر التواصلية، السياق والمرسل والمستقبل وكذا، إذن كانت هي
من بين الأدوات والتي استعملها الناقدان في تناولهما لنظرية التواصل. إذن ألخص ربما في مسألة الانزياح نفسها، كيف صنف النص الأدبي، يعني الانزياح في الشعر، الانزياح في الرواية، الانزياح في القصة أو في غيرها. هنا أقول أن الأمور وقع تناولها في إطار نظرية الأنواع الأدبية التي يريد دي جنر ليتيرار، خاصة تطبيق تودوروف في كتابه نظرية الأجناس، أو أيضا ما كتبه المسدي في هذه المسألة. إذن أقول أن النظرية الأدبية ليست بهذين المفهومين عند الناقدين، ليست هي الدراسة الأدبية وليست هي مناهج النقد الأدبي، إنما شكل نظرية الأدب من الخلفية الفكرية التي ارتأياها الناقدان. إذن العنصر الثاني من خلال هذه النظرة حول مفهوم الانزياح عند الناقدين ومرورهما تقريبا بكل النظريات الأدبية لإنجاز هذا المفهوم، هنا أقول إذا كان هدف النظريات الأدبية وضع قواعد عامة حتى تؤثر المفهوم أو المصطلح الأدبي ولم تبحث في هذه النشأة، أقول هنا هل هذه الأزمة، أزمة الأدب المعاصر، هل يمكن أن تكون فقط أزمة مصطلح؟ وهنا قد أجاب صديقاي قبل ذلك الدكتور خليل والدكتورة دورين بكون هذه الأسباب هي أسباب متعددة، وأردت أن أذكر بعض الأسباب الأخرى. لكن هنا سأقترح إضافة إلى أزمة انعدام المشروع الثقافي العربي، إذن لأنه يرافق كل خلل يرافق المؤسسة الثقافية العربية. هناك عنصر آخر هو انعدام التخصص النقدي، رغم أن النقد الأدبي صار علما قائما بذاته وواضح الموضوع والمسائل وله مبادئه التصورية والتصديقية، إلا أنه يعاني من عدم وضوح الاختصاصية الأكاديمية وحتى المدرسية. ثم النقطة الثالثة وقبل الأخيرة وهي حساسية الكاتب، وقد ذكرتها الأستاذة الدكتورة دورين قبل قليل، أشارت إلى انعدام توفر الحرية، وهنا أشير إلى عدم توفر الحرية الكافية للناقد إن كان من أسباب تتعلق به أو أيضا من أسباب أزمة النقد ذاته، ليس فقط مختص بالجو الاجتماعي السائد بل أيضا قد يكون بسبب الكتاب والنقد وغيره. لكن هنا أقترح الحلول، ما هي الحلول التي يمكن أن نقترحها من خلال نموذجين قدمتهما حول مصطلح الانزياح عند يقطين وعند عبد السلام المسدي. أقول هنا أن الحلول أولها هو التخصص النقدي، يعني أن ليس النقد عملية تذوق ولا حكما انطباعيا بسيطا، كما أنه أيضا ليس بحثا في اللغة، بل هو منهج موضوعي له أسسه ومقوماته وموضوعه المتميز. لذلك لابد من التخصص في مجال، خاصة هنا مؤسسة المؤسسة النقدية. الحل الآخر هو أن نرى وجهنا العالمي للثقافة العربية، يعني في حدود العولمة الثقافية التي أنتجت حركات سياسية واجتماعية وممنهجة يصير فيها البحث النقدي عبارة عن سوق لسلعة. أقول هنا لابد أن نوجد حركة نقدية تقوم على الثقافة وأيضا تقوم على التأثير
في الغير ليصير سمة العصر الثقافي ولتخليف خصوصية للتراث وللأفكار الوفية. النقطة الثالثة أو الحل الثالث وهو كما قلنا واجهة نظرية نقدية عربية عالمية وتبعا لذلك حتى يكون المدخل الحقيقي نحو نظرية نقد عربي لابد من الاقتناع بأن النقد الأدبي علم وليس فن ولابد أن نعامل العلوم الأخرى ونعامل الأدب أو النظرية الأدبية العربية كما لو كانت من العلوم الأخرى من حيث التسليم بالحقائق والبناء عليها والمناقشة والتجريب والبعد عن اللغة التقريرية وعدم قبول الاجتهادات الفردية من دون أدلة داعمة كما هو الشأن في النقد الثقافي. هذا تقريبا ما أردت أن أضيفه. وتجربة البنيويين العرب هي دليل على أن هذه الحلول الثلاثة بتقديري لا بد أن يكون لها مرسخ في ثقافتنا الأدبية، أولها التخصص النقدي، ثانيا إعطاء وجه عالمي للثقافة العربية، وثالثا فتح النظرية الأدبية على نظرية نقد عربية تأخذ من العالم الخارجي دون خوف وبتبصر وبمعاصرة وأيضا بأصالة. وشكرا لاهتمامكم. شكرا جزيلا أستاذ الغالي، شكرا دكتور حمد على هذه المداخلة الرائعة، وأنت أيضا يعني استفدنا منك أيضا في معرفة الرؤية في المغرب العربي أو بلدان المغرب العربي حول النقد. الآن نفتح باب النقاشات، نشكر أيضا الأصدقاء الذين التحقوا بنا، دكتورة منى برهومي وعدد من الأصدقاء منير الحاج، سلوى رشيد، وأيضا إذا أذهب للمداخلات الآن، وإحنا نود في ختام هذه الندوة لو نستطيع تدوين بعض التوصيات اللي ممكن إحنا أن نخرج بها من خلال هذه الندوة. وأنا دائما نفكر في ملتقى خاص حول النقد وإشكاليات النقد، يضم مثلا يكون لمدة عدة ندوات، ولعلكم شاهدتم أيضا إحنا اهتممنا كثيرا في مسار المنتدى، يعني تقريبا أكثر من 10 ندوات ركزنا عليها على النقد، وكذلك الملتقيات اللي كنا نعملها والندوات دائما تتناول وتدخل في نقاشات حول مسألة النقد. إذن ما أدري من يريد التحدث، إذا كان الدكتور عاطف أو أذهب إلى الأستاذ صبري أولاً. أستاذ صبري أنا رأيتك متحمس أيضاً، فالأستاذ صبري، أستاذ صبري مداخلتك أسئلتك، ثم بعد ذلك أذهب إلى الدكتور عاطف، ونتمنى أيضاً نسمع الدكتورة منى برهومي كانت متحمسة وأعتقد أنها تابعت أيضاً هذا النقاش. وطبعاً إذا كانت هناك أسئلة لأحد من الذين أساتذتنا الذين ألقوا الأوراق، الدكتورة دورين أو الدكتور حمد أو الدكتور خليل، فممكن أن توجه إليهم الأسئلة. تفضل أستاذ صبري. شكراً جزيلاً صديقي على استضافتي لهذه الندوة أولاً، وأشكر بدايةً الدكتور خليل على ما تفضل به من وجهة نظر حول النقد بعمق قدم رؤى، وكذلك أشكر الدكتورة دورين على رأيها الذي كان عميقاً فيما يخص النقد، والدكتور حمد أشار إلى بعض النقاط أكثر من مهم أيضا، ولكن سؤالي هو أنني سبق وأشرت إلى نقطة أساسية قد يغفلها بعض النقاد العرب أو الوسط العربي، وهي أننا ندرس النقد الغربي بأصوله وعمقه ونأتي ونطبقه على أدب هو شرقي ومختلف ومغاير جذريا للغرب. وأكد على هذه النقطة الدكتور خليل، وهي نقطة جدا جوهرية، وهي هل يجوز أن أأتي بنظريات غربية نقدية وألبسها لبوسا لا ينسجم مع عالمه؟
2، هل النقد العربي هو ناضج إلى الحد الذي يستطيع أن يدرس الأدب العربي؟ هذا سؤال آخر. 2، هل الواقع العربي وصل إلى مرحلة الحداثة الشعرية والروائية والفكرية والمعرفية والثقافة بشكل عام؟ وكيف والحالة هذه أن ندرس من يكتب بأدب ما بعد الحداثة؟ أنا أقول، وهذه النقطة جدا مهمة في الساحة الثقافية، إن ما ينقص العالم العربي هو الحداثة العربية، الثقافة العربية العميقة وما بعد الحداثة، بمعنى علينا أن نتطور فكريا ومعرفيا وثقافيا على الصعيد النقدي والمعرفي والإبداعي والفلسفي وبشكل عام. ولذلك أنا أقول، هل الناقد الذي ينقد من وجهة نظر النظرية النقدية البنيوية أو التفكيكية أو السيمائية إلى آخره، هل نقده يتطابق مع الأدب الذي يدرسه؟ مثلا فليكن مثلا عبد الرحمن منيف كروائي، حنا مينة، محمود درويش، أي مبدع عربي، هل النظرية واحدة فقط إذا استخدمها الناقد ممكن أن تغطي وتحلل وتنقد وتغوص عميقا في أدب هذا المبدع أو ذاك؟ هذا سؤال آخر. 2، لماذا كما تفضل كل الأحبة الذين تداخلوا لا يوجد مؤسسة نقدية سواء على الصعيد الجامعي أو على الصعيد المعرفي العام يعني في العالم العربي؟ الجواب هو أنه العالم العربي أصلا غير معني بالثقافة على الإطلاق، هو خارج تقييمات الثقافة العالمية والدولية، وبالتالي نحن نمسك السلم بالعرض، نريد أن ننقد نقدا بالأسلوب الغربي ونحن لا نملك ثقافة بسيطة جدا، ولا يوجد تخصص في أي شيء، حتى المهندس غير متخصص في الهندسة، الموسيقي غير متخصص في الموسيقى، بمعنى أي تخصص، الطب، الهندسة، الموسيقى، النقد، هي عدة تخصصات، حتى أين هي التخصصات؟ يأتي ناقد متخصص بالنقد العام ويدرس مثلا تفرعات النقد، فبالتالي يكون خارج النقد. وأنا أرى بعض النقاد الذين ينقدون نقدا انطباعيا بين قوسين هم أقرب من النقد منه من النقاد الذين يطرحون نفسه نقاد أكاديمي، بمعنى هذا الناقد الانطباعي بين قوسين أعتبر نفسي واحد منهم، يقرأ النص كما يفهمه، كما يحلله، كما يتفاعل معه، بينما الناقد الأكاديمي الجامعي العميق العملاق يستخدم بعض المصطلحات، والأديب أنا لا يكتب نصه بناء على مصطلحات وبناء على نظريات، يكتب كما يشعر، وعلينا أن نفهم كيف كان يشعر هذا الأديب ونضع وجهات نظرنا على تسليط الضوء على الجانب الإيجابي. نقطة أخيرة، غالبا النقد العربي ناقد تهديمي في بعض الأحيان، يأتي يبرز المواقف والنقاط الهشة عند الناقد، عند الكاتب، عند المبدع، ولا يبرز النقاط الإيجابية والعميقة والرؤية التي يتبناها. وبذلك أنا أريد أن أقول، يجب أن يكون النقد متوازنا، نبرز القوة ونبرز الضعف وندفع بآرائنا بالعمق. وغالبا هذا يذكرني بالأفلام السينمائية، عندما روائي يحضر فيلم سينمائي عن روايتي يقول هل هذا الفيلم عن روايتي؟ يشعر أنه غريب كلياً عن الفيلم. والناقد أيضاً عندما ينقد رواية معينة وفكر، المنقود الأديب يتساءل هل هذا النقد علي أم على جاري على رواية أخرى؟ فهنا في إشكاليات عميقة جداً في النقد وفي الأدب وفي الفكر وفي الثقافة العامة على الساحة العربية. نحن نحتاج ختاماً إلى إعادة صياغة أنفسنا في الشرق على كل الأصعدة، وبناء فكر خلاق أدبيا وشعريا ونقديا وموسيقيا وطبيا وإنسانيا وحداثويا وما بعد الحداثة. نحن لسنا في عصر الحداثة، نحن في عصر التخلف الفكري، نحتاج إلى قرن كي نصل إلى مرحلة الحداثة ثم ما بعد الحداثة. شكرا. شكرا جزيلا أستاذ صبري، وأتمنى من الأصدقاء الأعزاء الأساتذة أن يدونوا هذه الأسئلة. يعني أيضا هناك أسئلة تثور، أيضا هل الناقد أيضا هو عبارة عن ناقل النص أو مروج للنص؟ يعني بعض الأصدقاء أو بعض الكتاب يريدونك أن تنقد وأن تأخذ فقط، يعني لا تدخل في بعض الأشياء أو بعض ما ربما تكون سلبيات أو ربما تكون بعض الهنات في النص،
أو ربما تكون وقد يتحسسون في مجرد ذكر نقطة واحدة صح. عندما تذكر أن يقول هناك وربما هذا الكاتب أو في القصة أو في الشعر أو كذا هذه الصورة كانت كذا كذا وهذه الصورة كانت كذا كذا، فيضطر البعض يهاجمك ويقول هذا أنت يعني إحنا من خلال مسيرتنا في ملتقى القصيدة النثر، ملتقى القصة القصيرة، ملتقى الإبداعات السردية، كان بعد الملتقى هذا أو بعد الندوات أحياناً تصلني رسائل من المبدعين يقول لك والله أنت اخترت لي ناقد قاسي، إن أنت لم تعطيني وقتاً لكي أشرحها هاي. وبعدين الكاتب، هل الكاتب لما يأتي ويقول لك والله أنا كنت سرياليًا، أنا كنت مثل نجيب محفوظ، أنا كنت مثل مش عارف مين محمود درويش في هذه الصورة، أنا أقول نص ما لي دخل يعني من أكون يعني ما أقدر أقول أنا هيك يعني بهذه الطريقة. أسئلة كثيرة جدا إن شاء الله. دكتور عاطف الآن نستمع إلى مداخلتك أسئلتك، إذا كانت أيضا لديك بعض الأجوبة على ما طرحه لنا الأستاذ العزيز صبري يوسف، تفضل. أولا أنا سعيد جدا بهذه الأمسية، وأيضا لا أعرف إذا كان الصوت مسموعا، يعني الصوت واضح وجميل وراء، وسعيد أنني يعني استمعت لقامات نقدية، استمعت للدكتور خليل شكري، استمعت للدكتور حاجي، استمعت للدكتورة دورين، وأيضا ما يعنيني حقيقة أن النقطة الثالثة اللي تحدث فيها يعني الأستاذ الدكتور خليل هي النقد بوصفه مفهوما إجرائيا، وأيضا سأقف عند نقطة النقد الأكاديمي ثم أعرج على ما تفضل به أخي حاجي من بين المسدي ويقطين. النقطة الأولى التي تعنيني، لا مشكلة بالنقد، يعني أنا لو قالوا لي عرف النقد سأبدأ من النقطة الأولى، النقد تصدر حكم، أوكي اصدر حكم نقد، النقد أن تقدم رأي، أوكي قدم رأي، النقد أن تكشف العيوب والمثالب على مستوى النحو واللغة والأداء برضو نقد، النقد أن تقدم رؤية كمان إذا نقلت للحيز المعرفي والفلسفي أيضا قدم، هذا أيضا نقد. ما أريد أن أقوله أن النقد مفهوم مائج، النقد له علاقة بالتاريخ، له علاقة بالتاريخ لا يعيبه، النقد له علاقة بعلم الاجتماع ونظريات علم الاجتماع، النقد له علاقة بنظريات علم الاجتماع، النقد له علاقة بالمذاهب الكلاسيكية، نعم النقد له علاقة بالمذهب الكلاسيكي وله علاقة بالرومانسية ويتقاطع مع الواقعية، لولا الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والبنيوية ما كان نقد، كل هذا هو النقد. لكن أين المشكلة؟ أين المشكلة يعني أخي خليل؟ المشكلة في عندنا فوضى بثلاث مفاهيم إجرائية، ما بعرف يعني مثل مفهوم النهج أو المنهج المنهجية، النهج طريقة أو أسلوب في التعامل مع المادة المدروسة من حيث ترتيبها، تنظيمها، تنسيقها، توثيقها، الانتقال من الخاص إلى العام أو من العام إلى الخاص، ما عندي مشكلة. وهذا بوصف، وهنا أعرج على ملاحظة الدكتورة دارين، ويعني لدي سؤال لها أو رأي يمكن أختلف معها فيه يعني اختلافا جذريا أو حادا. هذا النهج يسمى بالنهج الأكاديمي، النهج يعني الطريقة والأسلوب، أما لما بنروح على المنهج كما هو يعني متفق عليه هو مجموعة من المفاهيم والأدوات والجهاز المعرفي والخطوات الإجرائية والمعايير المتسقة المستندة إلى إطار ما، حينما قلت في المقدمة إطار واقعي، إطار اجتماعي، إطار تاريخي، إطار فلسفي إلى آخره. المنهجية هي العلم الذي يدرس المناهج، العلم الذي يدرس المناهج.
يعني احنا كيف بدنا ندرس للطلاب، كيف ندرسوا المنهج الواقعي، كيف متى نشأ المنهج البنيوي، هاي المنهجيه تدريس المناهج. الاشكاليه الثانيه اخي خليل، ولا اعرف هل تتفق معي فيها او لا، انه في خلط كبير جدا وخلط واضح، وتتحمل مسؤولية هذا الخلط وهذه الفوضى المؤسسات الأكاديمية والجامعية والأساتذة. يعني يخلطون بين المنهج وبين مكونات المنهج وأدوات المنهج. يعني هاي اللي سماها محمد أراكون الجهاز المفاهيمي، مثل الاستقراء، يعني الوصف، التحليل، الإحصاء. ولذلك أخي خليل والكلام للجميع طبعا، يعني كثيرا جدا أنا ما أقرأ في كتب البحوث الرسائل الجامعية عبارات من مثل المنهج الاستقرائي، المنهج الوصفي، المنهج الوصفي التحليلي. إيش هذا الكلام؟ هل هذه مناهج؟ هذه كارثة كبرى. يعني معنى ذلك كل الذين أشرفوا على رسائل الدكتوراه ووافق على مصطلح منهج استقرائي، الاستقراء أداة، الوصف أداة، في كل البحوث العلمية والتاريخية والنفسية، وهذه كارثة كبرى. لذلك كثير من الرسائل حين أمسكها أرميها، ويجاز بتقدير امتياز، ويقول أنا سأستخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. إيش يا أخي الوصف التحليلي؟ ما هو بقراءة الأغنام بالثروة الحيوانية بستخدم المنهج الوصفي، بالبحث العلمي بستخدم الوصف والاستقراء والإحصاء. على أي حال، هذه الأمور لا تشكل بذاتها منهجا مستقلا على الإطلاق. أيضا الكارثة الأخرى، وهذه قلت هذه هنا وجهها للدكتورة دوري، هذه الفوضى مسؤول عنها النقد الأكاديمي، النقد الجامعي. والكارثة الثانية، وأنا هنا يعني أتحدث اللي يعني عن النقطة الثالثة التي أشار إليها أخي خليل، هي المفهوم الإجرائي. يعني أنا هنا أتوسع برؤية الدكتور خليل. ماذا سنجد؟ أنا أتحدث عن أزمة المنهج، ما عندي مشكلة مع النقد، ما عندي مشكلة مع البنيوية، ولا عندي مشكلة مع التفكيكية ولا الواقعية ولا النفسية، كلها مناهج تثري تغني النص الأدبي، ما عندي مشكلة فيها. لكن وين عندي مشكلتي؟ مشكلتي الأخرى هذا المزج، يعني بين المناهج المتنوعة والمتعارضة في آن. طب يا أخي أنا كيف بشوف دراسة بطبق المنهج البنيوي والتاريخي وهو يعلم علم اليقين، أو المنهج الاجتماعي أو الواقعي أو الماركسية، وهو يعلم، أو البنيوية الماركسية، هو يعلم مسبقاً، يعلم مسبقاً أن البنيوية تتعارض مع التاريخ تعارضاً لا رجعة فيه. جيب لي طالب يدرس لي، أو ناقد يدرس النص بنيوي بس بنيوي، شوف قوانين تشكل اللغة، سلوك اللغة، كيف الوحدات البنيوية السردية، الوظائف، فلادي ميربروك، أفهم أنه بنيوي، وليترك الجانب التأويلي بالرواية لقارئ آخر. يعني مثلا بتروح على قصيدة جاهلية، ما بديش أحكي عن الرواية، بتجد واحد يقرأ الطلل في نفس رسالته أطروحته ونقده، ومشرف عليه أستاذ جامعي والنقد الأكاديمي الآن الفعال، بيقرأ الطلل بالمنهج النفسي، بروح بده يقرأ الرحلة بالقصيدة الجاهلية مثلا، بروح بطبق المنهج التاريخي، بروح بقرأ الصور والاستعارات وسلوك اللغة بطبق المنهج البنيوي. يا شو سلطة! هم يعتقدون أنه الجمع بين هذه المناهج، أخي خليل، يغني التحليل. لا، الحقيقة الجمع بين هذه المناهج
لا يؤدي إلى منهج جديد، هو يسيء للمنهج، ولا المزج بين النظريات سيؤول إلى إبداع نظرية أدبية. أيضا الجمع بين المناهج سأقولها بصراحة يكشف عن إحساس الأساتذة والنقاد بالأزمة، بأزمة المنهج. أحسنت دكتور. يعني هذا دليل على أن هناك أزمة منهج. أيضا ستجد نزوع ليبرالي يعني حر، بتجد الناقد الواحد ينتقل من منهج إلى آخر، يعني مرة بشوف الدكتور خليل بنيوي، مرة بشوف الدكتور خليل نفسي، مرة بشوف الدكتور خليل تاريخي. بمعنى آخر إحنا ما في عندنا خط نقدي ومدرسة نقدية، ومرة يعني أرى الناقد يقتطف من هنا ومن هنا ومن هنا، وهي بطبيعتها أيضا حالة انتقائية. وحين تقول أن الممارسة النقدية حالة انتقائية أيضا هذا اعتراف بأزمة المنهج. ما الذي أنا أريد أن أصل إليه؟ تزيفتان تودروف أعتقد أنه له كتاب اسمه نقد النقد، نقد النقد. قال تودروف، وقد يعني أشارت إلى هذه النقطة الدكتورة دورين، قال أنه أنا إذا يعني قسمين من النقد، نقد ينظر إلى النص بوصفه موضوعا معرفيا استمولوجيا فيتكئ على علم التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع ونظريات المعرفية، يعني النقد نفسه يذهب إلى خارجه، يعني يستعين بمخرجات علم النفس، مخرجات علم الاجتماع، مخرجات المنهج التاريخي، ثم يطبقها على النص. والمنهج الآخر هو المنهج الذي يستند إلى مقولات اللغة من دوس وسير وطلع، اللي ظهرت منها المدارس البنيوية والتفكيكية وإلى آخره. لكن عندنا في العالم العربي احنا مصرين نقيم تزاوج بين هاتين ايش المدرستين تحت شيء اسمه المنهج التكاملي. انا مش عارف منين اجت يعني المنهج التكاملي، ولو قبلت التكامل كمصطلح سأقبل مفهوم إجرائي لا مفهوم منهجي. يعني أنتظر الرد على هذه التساؤلات أو الحوار حولها، ثم نعود لنقاش ثاني أو نقاش آخر. العفو بالإذن عن الأستاذ حميد، ورد سؤال لك دكتور قبل ما تروح من أحد المتداخلين، يقول يبدو أن الأستاذ عاطف يعمق جهلنا أكثر بالنقد ومنهجه، ثم يتابع يقول ينتقل من القضية الأخرى دون رابط منهجي أو معرفي. أنا طبعا أخالفه في جزئية معينة في هذا النقد، أنا لم أجدك أنك كنت تنتقل من نقطة لأخرى، بل العكس كنت تعرف ماذا تقول نقطة بنقطة. تفضل أجب عن هل المداخلتين القصيرتين. أنا لن أرد عليه، أترك الدكتور خليل يرد على من قال. أنا أترك الدكتور خليل يرد، أنا لن أرد. لا، ولكن هناك أسئلة، هناك أسئلة دكتور خليل بإذنك، هناك أسئلة أنا وضعتها على الشات، من هي أسئلة أيضا يعني مهمة جدا، يعني تنضم إلى أسئلة إذا سمحتم لي. تفضل دكتور، تفضل دكتور خليل، تفضل. نعم. في دكتور خليل هنالك أسئلة أيضا أنا وضعته على الشات، إذا ممكن أنت أن تطلع على أحدها أو على بعضها، يعني وردتنا أربع أسئلة تقريبا الآن عبر الماسنجر. الآن نعم، الآن الأسئلة كثيرة وأعتقد بحاجة إلى الرد، ثم ننتقل إلى أسئلة الأساتذة الحاضرين أيضا معنا. سأبدأ أولا بما قالته الدكتورة دورين في مداخلة
أنا أعتقد هي قدمت ورقة أخرى إضافة إلى ورقة إلى ورقتي وورقة دكتور حامد، وهي ورقة جديرة بالنقاش. هي لم يعني لم أجد اعتراضا أو تعارضا بين ما قالته دكتورة الدورين وبين ما طرحناه أنا ودكتور حامد، بل هي ورقة مكملة لما طرح هذه المسألة. بالتالي لا أناقش هذه الورقة، وإنما ستحول إلى مداخلات دكتور عاطف وأستاذ صبري، وعذرا إن فاتني بعض الملاحظات. دكتور عاطف تحديدا ما طرحه دكتور عاطف هو مكمل بالضبط، أو هو يعني شارح إذا صح التعبير لما قلته أنا بنقاط. هو توسع في هذه النقاط وأنا متفق معه جملة وتفصيلا، وهناك اتفاق يبدو فكري واضح بيني وبين الدكتور عاطف. تعرض إلى موضوع المنهج والنهج والمنهجية، وهذه مسلمات معروفة، ويفترض بكل باحث أن يميز بين هذه المصطلحات الثلاثة، وهو يقدم على العملية النقدية. هناك خلط كبير أشار بين المنهج وبين مكونات المنهج، وهذه هي ربما نقطة إشكالية مهمة في الدرس النقدي العربي، ويعني طامة كبرى عندما نجد، وهذه كثيرة ما نواجهها في الدرس النقدي الأكاديمي، عندما نجد رسالة شعر فلان الفلاني دراسة وصفية أو دراسة استقرائية أو ما شابه ذلك. يعني هذه كارثة نواجهها دائما، ونحاول بشتى الوسائل أن نثني الآخرين إلى هذه المسألة أو نثنيهم عن هذه المسألة، لكن يبدو أن البعض يعني متشبث بمثل هذه الأطروحات. وأنا لا أعرف كيف تكون الدراسة وصفية مثلا. أنا أعلم أن الوصف هي حالة تشخيصية، الوصف هو حالة تشخيصية لكل بحث. نعم حالة تشخيصية موجودة في كل بحث، والتحليل يتجاوز دائما التشخيص إلى البحث عن دلالات هذا التشخيص. بالتالي عندما أقول دراسة وصفية، عندما أصف أن هذه الغرفة، أنا لم أقم بشيء يذكر، لم أدخل منطقة التحليل بعد. عندما أستقرأ النص، نعم عندما أستقرأ النص أيضا أنا شخصت النص، ولكنني لم أذهب باتجاه التحليل. التحليل شيء والاستقراء والوصف شيء آخر. موضوع الخلط بين المناهج في دراسة واحدة، هذه أيضا من المسائل التي وقعنا فيها كثيرا. أولا لا وجود للمنهج التكاملي، ولا نعترف بوجود منهج تكاملي، لأن المنهج التكاملي بالضبط هو منهج تلفيقي لا يمكن أن يقود هذا المنهج إلى قراءة واعية ودقيقة لأي متن، بغض النظر عن انتماء هذا المتن إلى العصر الجاهلي، الأموي، الحديث، المعاصر. هو مثال يعني الصحيح. نعم هذا المنهج التكامل لا وجود منهج. ثانيا كيف أضبط نفسي منهجيا عندما أكون بصدد تحليل قصيدة مثلا على وفق المنهج البنيوي؟ يجب أن تكون أدواتي منبثقة تماما من المنهج البنيوي تماما. لا بأس، ربما هذه يعني أطرحها أمام دكتور عاطف، لا بأس من أنني أفيد على قدر وجيز من المناهج الأخرى على نحو ممكن أن يضيء لي جانبا من هذا المنهج، على شرط أن يبقى العمود الفقري في التحليل لهذا النص عمود فقري بنيوي بحت. ممكن أن أضيء النص بجانب تاريخي صغير أو جانب نفسي أو جانب اجتماعي، لا بأس،
لكن علي أن أنضبط عند النقاد الأوروبيين يوضع في الهامش أستاذي، يضع نعم نجمة نعم ويضع في الهامش نعم، إذا يعني لا يوظفه نعم بالمثل بالضبط. هذه الجزئيات الصغيرة ممكن، لكن أنني أستخدم المنهج البنيوي وألجأ في محور أو مبحث أو فصل إلى منهج تاريخي وآخر نفسي وآخر تفكيكي، أعتقد هذه لا تفيد ولا تخدم العملية التحليلية إطلاقاً. إذن الانضباط المنهجي مهم. الانضباط المنهجي أيضاً يعني مشكلة الناقد الأكاديمي أيضاً، مبالغته في الانضباط المنهجي أحياناً يكون على حساب الجانب أو يكون على حساب الوصول إلى الجانب إلى الجوانب الدلالية والجمالية في النص. يعني هناك فرق بين انضباط منهجي معقول يمكنني أو يعطيني حرية حركة داخل القراءة أو الدراسة بأنني أصل إلى جماليات النص، وهناك أحياناً منهج انضباطي مبالغ فيه. هذا المنهج الانضباطي المبالغ فيه وقع فيه كثير من النقاد الأكاديمي للأسف، وهذه مسألة أيضاً خطرة جداً. يجب أن أكون منضبط بطريقة أستطيع أن أتحرك فيها داخل هذا المنهج. هذه مسألة أيضاً لابد أن نقف عندها. أنتقل إلى الـ يعني بعض أسئلة دكتور أو أستاذ صبري. أشار إلى يعني كان نوعاً ما متعصب على أنه على هذا النقد، يعني عندما تدرس رواية معينة أو عندما يدرس الناقد رواية معينة أو نص شعري معين يجد المبدع نفسه أمام قراءة مغايرة تماماً لقراءة المبدع. هذه العملية لا ضير فيه يا أستاذ صبري إذا ما يعني استقرأنا أو إذا ما لجأنا إلى نظرية التلقي التي تقول بأن كل منتج جديد، كل قارئ للنص هو منتج جديد للنص. بالتالي ليس بالضرورة أن تتوافق رؤية الناقد أو الباحث مع رؤية المؤلف. المؤلف أنتج النص وأنتج النص وانتهى. القارئ أو الناقد أو الباحث عندما يأتي إلى تحليل هذا النص ليس معنيا برؤية المؤلف، هو سيقرأ النص على وفق ما يمتلكه من خزين معرفي وثقافي وفكري ونقدي وإجرائي. قد يتلاقى مع المؤلف قد لا يتلاقى مع المؤلف، هذه مسألة لا ضير فيه. قضية النقد التقويمي إذا صح التعبير أيضا أشار إليه دكتور عاطف أيضا أستاذ صبري. أنا شخصيا لا أحبذ النقد التقويمي إطلاقا، لأن النقد تجاوز هذه المرحلة. نعم في السابق كان هناك النقد أو يعني جل النقد العربي القديم، وحتى النقد في العقود في عقد الستينيات أو حتى السبعينيات كان نقدا تقويميا، هذا صح وهذا خطأ. أنا أعتقد النقد الحديث تجاوز هذه المنطقة إلى البحث عن جماليات النص وعن مقصديات النص وعن دلالات النص. ربما أيضا قارئ أو متلقي الآن يسأل السؤال على نحو آخر، طيب كيف نميز بين النص الجيد وبين النص الرديء، ولماذا لا نقول لصاحب النص الرديء أن نصك رديء وصاحب النقد صاحب النص الجيد أن نصك جيد؟ أنا أعتقد أن الزمن كفيل بإبعاد النص الرديء إذا ما تجاهلناه. يعني بمجرد تجاهل الناقد للنص الرديء سيموت النص الرديء، بالتالي سيكون التركيز عند النصوص التي تستحق الدراسة، التي نجد فيها
مقصديات ودلالات جمالية مختلفة. إذن دكتور خليل بالله فقط في نقطة مهمة جدا، وإحنا في عصر التواصل الاجتماعي ربما أيضا نعم. هذا المفهوم والذي أشرت إليه ربما انقلبت بعض الأشياء، يعني مثلا هناك نصوص رديئة وهناك شخصيات يعني تدعي الشعر، تدعي القصة، تدعي الرواية، يعني لكن لديهم حضور يعني قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، فصارت نصوصهم وصارت يعني حضورهم يعني، وحتى نقاد يعني نجد إنه في طغيان يعني في يتناولونهم نعم. بشكل نعم نعم. فإذا كان يقول لك أنا هذا النص وصل مثلا إلى 5000 إلى 10000 وأنت يعني ورغم أنه رديء ربما وهو خارج اللغة وخارج يعني الأدب تماما. والله النص الرديء يا سيد حميد، النص الرديء لو وصل يعني لو وصل عدد المعجبين بهذا النص الرديء إلى 5 مليون سيبقى النص رديئا. ولكن هناك يعني حتى في نعم في, نعم في مجموعات نعم شعرية نعم قصصية روايات أخذوا جوائز كبرى، يعني نعم الضغط اللي تمارسه وسائل التواصل الاجتماعي أوصلت هؤلاء إلى جوائز نعم. جوائز يعني ولهذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الرداء في النقد، يعني فقدنا السيطرة على كثير من المفاصل الحياتية ومنها المفصل النقدي أو المفصل الأدبي، يعني وصول عدد المعجبين وعدد القراء لنص ما إلى رقم كبير جدا، هذا لا يعني أن النص يعني يستحق النقد، يعني حتى هذا الإعجاب ربما إعجاب مؤقت ينتهي هذا الإعجاب بمرور الزمن، لكن لماذا؟ الواقع يقول لأن النص دكتور خليل النص فقط نحن أيضا يعني في حالة يعني ونحن نتحدث عن النقد، هؤلاء الذين يعني لديهم الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي يصلون إلى المهرجانات، يصلون إلى المؤتمرات، يعني يدعون كضيوف شرف، تفرش لهم السجاد الأحمر والأصفر والأبيض، بينما إن هناك مبدعين حقيقيين ربما يكون الشخص لديه قناة يعني ولا تصل يعني احنا مثلا المنتدى العربي قدمنا 300 ندوة أدبية، يعني ما يزال مثلا وجودنا أو المشتركين معنا أقل من 500 على يوتيوب مثلا، يعني هذا الواقع الرديء أصبح واقعا مفروضا على المثقف وعلى المثقف الأصيل وعلى الناقد وعلى الباحث الأصيل، يعني أصبح إن حالة لا نستطيع أن نتجاوزه، لكن مع ذلك أنا أعتقد أن التقييم الحقيقي يكون من قبل المختص، من قبل الذين يشتغلون في هذا المجال. أما قنوات التواصل الاجتماعي هذه مسألة لا أعتقد أنها ستضيف إلى النص شيئا. عندي إضافة لو سمحتم معنا في النقطة هذه. دكتور حماد أنت والدكتورة دورين وأيضا الأسئلة اللي أنا طرحتها على الشاشة ريت أنكم تنظروا لها. نعم تفضل. يعني دكتور خليل هل تود أن تكمل دقيقة أستاذ صبري مال ملخص حتى لا نعم دكتور خليل؟ لا يا أستاذ صبري، يعني إذا سمح لي دكتور خليل إنه النقطة اللي أضاءها طرحها حميد أن يسمح لي بعد أن ينهي يعني أن أتحاور معه فيها لدقائق إن سمح الدكتور صبري، لأنه يعني إنه كيف أدب يفرش له السجاد، شو هي المشكلة؟ طيب سأقف عند هذه النقطة. الدكتور خليل دقيقة واحدة وأذهب إلى الدكتور حمد. نعم الوقت اللي تحبه دكتور حمد، أذهب إلى دقيقة نعم واحدة يختم الدكتور خليل أفكاره. تفضل دكتور نعم خليل. يعني لازلت في بصدد إجابة على أسئلة صبري، هل النقد العربي هو ناضج بحيث يدرس المتن العربي؟ يعني لو فرضنا أننا يعني النقد العربي يعني إذا ما قارناه بمدى أصالة هذا النقد العربي الحديث ومدى تمكن هذا النقد العربي من دراسة المتن العربي، أنا أعتقد أننا في النقد العربي نقد تابع للنقد الغربي. صح. ولسنا أصحاب نقد عربي خالص وأصيل، وهذا الموضوع موضوع إشكالي، يعني يشكل علينا الكثير من الدارسين على أن
أن المناهج النقدية الآن تجاوزت المنطقة الغربية وأصبحت هذه المناهج عالمية. بالتالي يحق لنا مثل ما نستخدم السيارة الأمريكية والطائرة الأمريكية أو الأوروبية أو الفرنسية أو الألمانية، مثل ما نستخدم التكنولوجيا الغربية يحق لنا أيضا أن نستخدم المناهج الغربية لأنها أصبحت مناهج عالمية. هذا الموضوع أيضا لا ضير فيه، لكن كيف نوظف هذا المنهج الغربي ونطوع هذا المنهج الغربي على نحو يتناسب مع المتن العربي؟ هذا هو المهم، يعني التطبيق الإجرائي لهذا المنهج هذا هو المهم. يعني إذا أخذناها بهذا المفهوم أعتقد أن النقد العربي أيضا دكتور خليل اسمح لي يعني أن أذهب إلى الدكتور حمد حجي، وبعد ذلك سأعود إلى الدكتور عاطف، وبعد ذلك إذا أراد الأصدقاء الأعزاء دكتورة منى، دكتورة دريا فرحات، الدكتور حاتم، من لديه يعني تساؤل فقط يعطينا فقط إشارة بحيث أستطيع. أنا بدي رد على الدكتور عاطف لو سمحت. يلا احجزي مكانك دكتورة ولا يهمك. دكتور حمد تفضل. دكتور حمد شكرا. أنا عندي فقط هنا تأكيد لما يمكن أن قاله الدكتور خليل الآن قبل قليل وأشاطره القول، وأيضا الدكتور عاطف ربما سأطرح هذه المسألة والتي أجاب عليه خاصة فيما يتعلق. أولا أنا أعرف أنه المنهج منهج التكاملي أو لو قدر لنا أن نقول هو سيد قطب من 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 يعني أتى بهذا المصطلح على الأقل. بتقديري أنه هذا المنهج الذي أراد أن يجمع التأثيري والتقريري والذوقي حين استعماله للمنهج الفني والتاريخي والنفسي، وأوجد بتقديري أن هذا هو لو جاز لي أن أقول هو تطرف من نوع آخر، لكن هذا لا يجيز لنا الإطلاق على أننا لا نستعين كما قال الدكتور شكري قبل قليل، يعني لا يجيز لنا أن نبقى مع منهج محدد، كأن نأخذ النفسي فقط أو الاجتماعي أو الماركسي لوحده. أنظر مثلا هنا أقول إمكانية الجمع بين المنهج التاريخي والفني والنفسي كما فعل مثلا جولدمان، يعني روسان جولدمان، يعني حين الحديث في البنيوية التكوينية، إذن هنالك شكل من أشكال النزوع إلى هذا النوع من النقد التكاملي، ولا أقصد أن يعني المنهج التكاملي يعني لا 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 وبين أكمل فكرتي. إذن حاولت النظرية خاصة حينما أدخل يعني ضرورة إدراج السياق التاريخي والاجتماعي والسيرة الذاتية للمنتج إلى جانب بنية النص اللساني من خلال الآليات التي تربط بين داخل النص وخارجه، مستفيدة من المناهج النقدية. أنا أعطيت مثال قلت لا هل وذلك لا يجيز البتة أن نسكن منهجا واحدا، كأن نسكن، ودليلي على ذلك ربما دليلي على ذلك البنيويون العرب، يعني كيف هنالك انفتاح على المنهج الأخرى. يعني هذه ملاحظتي فقط وشكرا لكم. جزيلا شكرا جزيلا. دكتور عاطف أعتقد لديك مداخلة أو نقاش، بس يكون سريع لو سمحت حتى أذهب. لا سريع لا. أولا يعني أحب أن أشير إلى أمر مهم جدا في الذين يعني الذين يشاركوننا هذه الندوة. هاي ملاحظة مهمة جدا. اطلعت على الرسالة، هذا الكاتب تحت اسم زد
يقول يبدو أن الأستاذ عاطف يعمق جهلنا أكثر بالنقد وينتقل من قضية إلى أخرى دون رابط منهجي أو معرفي. أولاً لن أرد على هذا الأمر، لا أرد على اسم غير حقيقي، لن أرد على اسم يعني وهمي. وعلى أي حال ما تفضل به هو دليل على إدانته وعلى دليل على قوة ربطه، هو يعرف أن يربط. سأتحدث عن الإشكالية التي أثارها أخي حميد. أخي حميد، يعني المنطقة العربية بعد اتفاقيات سايكس بيكو دخلت في عهد الاستعمار، الكوليانيالية، يعني هذا أدب ما بعدها. هذا أفرز نوعين من الأدب، سأقول لك ليش بيأخذوا جوائز. في نسقين عندك من الكتابة، في عندك نسق الكتابة الاستعمارية، يعني كتابة المستعمر، اسم فاعل هون بكسر ما قبل الآخر، هاي كانت تهدف إلى تمثيل الآخر أو الشعوب المستعمرة وتشويهها. وكتابات المستعمر اسم المفعول، الخطاب المضاد، يعني خطاب وخطاب مضاد. الإشكالية اللي تنبه لها إدوارد سعيد ورايموند ويليامز وغيره كانت قضايا الأدب. طبعاً حين مرحل الاستعمار ترك وراءه كتاب وأدباء يخضعون للرؤى الغربية. على أي حال، لو تتبعت أنت قضايا أدب ونقد ما بعد الاستعمار، يعني طلعوا من الجزائر 66، بس قبل أن أشير إلى هذا الأمر يعني سأعطي مثال ليفهمني الجميع. يعني الكتابات النقدية حينما كان جمال عبد الناصر الاشتراكية في مصر اختلفت عن الكتابات النقدية في عصر الانفتاح. يعني احنا عندنا ثنائيتين يجب أن نتنبه لها في مفهوم الرعاية. كتابة الماركسية التي تنتهي بسموها الستالينية والكولونيالية، هاي كتابتين، الأولى غربية الرأسمالية والشيوعية. لاحظ الأدب في العراق في عهد الاشتراكيين وحزب البعث كيف كان الأدب وكيف الأدب الآن. قضايا أدب ونقد ما بعد الاستعمار حينما خرج المستعمر، لاحظ القضايا اللي طرحت أخي خليل، قضية الوجود، قضية الهوية، قضية المصير، قضية العرق، قضية الزنوجة، قضية الهيمنة، مفهوم الأمة، قضية التابع، قضية اللغة، قضية المركزية، قضية مسألة العالمية أو العولمة، قضية الآخر، سؤال الثقافة، قضية القوة، وقضية السلطة. أي كاتب يخضع للرعاية، ولاحظ متى بدأت، انظر، بدأت مع مجلة شعر، خلينا نربط معرفيا، مع مجلة شعر كان المقصود خلخلة اللغة، خلخلة الهوية، الانقطاع مع الماضي. أي كاتب بدأ يطرح مشكلة، يعني هناك ناس استغلوا مفهوم الزنوجة واللون الأسود وأخذوا جوائز ما شاء الله، يعني قضية الهيمنة وقضية أيضا المركزية والعالمية وإنتاج ثقافة تركها المستعمر، يعني على مستوى الفن وعلى مستوى الموسيقى وعلى مستوى الأدب. ولذلك كل كتابة تخلخل مفهوم الهوية والثقافة، الهوية والثقافة، هي قابلة وتتحدث عن المسكوت عنه هو قابل للفوز بجائزة. وأعتقد أن يعني ميشيل فوكو حين تحدث عن السلطة وعن الخطاب، حينما ظهر مصطلح الخطاب تحدثوا عن مفهوم اسمه مفهوم الرعاية. أخي حميد، الرعاية، هذا الكاتب ينتمي للجهة التي ترعاه، رعاية الكاتب، رعاية الخطاب، ترويج الخطاب، نشر الخطاب. بينما كثير، يعني أسألك سؤال،
مين بيختلف على عظمة عبد الله والنوس؟ ليش ما أخذ جائزة عبد الله والنوس بالمسرح؟ هو يكتب مسرح أحسن من الغربيين، لأن عبد الله والنوس على الخط ستالين. ليه ما أخذ جائزة عبد الله والنوس؟ من يكتب مسرحا كعبد الله والنوس؟ مين؟ هات لي واحد. والآن في الوطن العربي بعمق هذا الرجل وعبقريته. إذا ما أردت أنه رعاية الخطاب، إنتاجه، آليات إنتاجه، تسويقه، إلقاء الضوء عليه، خلاص هذا يؤدي إلى أن يقف على السجادة الحمراء. يعني إنتاج الخطاب، أين يتجه الخطاب، لمن موجه، ما هي الفئة المستهدفة، وهذا أيضا يقرأ ضمن مفهوم الهيمنة. وهذا هو ما أشار إليه يعني إدوارد سعيد، أنه حركة النقد يجب أن تتغير بهذا الاتجاه وبتناول هذه القضايا. دكتور عاطف اسمح لي بس بثانية واحدة، أنا أتفق معك مع هذا، أتفق معك مع هذا، وهذا حتى يعني إحنا نتذكر طبعا ربما فيلم القبعات الزرقاء أو مش عارف إيش اللي وصل إلى الأوسكار، وكانت كلها بالأخير اكتشفنا إنها حقيقة مزيفة، وإنها هذا موضوع. ولكن أنا أتحدث أيضا يعني في نقطة أخرى، اللي هو يعني هذا هذه الأفكار اللي ربما قد يساعدها الغرب، يعني تعال على ختان الإناث، تعال على الفيرجينيتي، على العذرية، تعال على يعني الممارسات خارج الزواج والتحرر الجنسي والأوموسيكسواليتي، هذه كلها الغرب يدعمها بشكل قوي يعني. وهذا يظل يعني طبعا في أفكار، لكن أنا أتحدث عن هنالك نصوص لا تحمل أي أفكار، لا تحمل أي نسق أدبي، لا تحمل أي شكل أدبي، أي جمالية، ومع ذلك ربما فقط يعني جمال إذا كانت ربما يعني أحيانا تكون الكاتب أو الكاتبة تكون مثلا فتاة جميلة، أو يكون المبدع أو الكاتب هذا النص يعني شخص يعني له حضور على التواصل الاجتماعي، بمعنى نصوص لا تحمل أي شيء ليس فيها حتى هذا الفكر. يعني هناك في العالم العربي هناك اتجاه أيضا للترويج تافه جدا، يعني السينما المصرية كنموذج، يعني ما أنتج في العشر سنوات الأخيرة أفلام ربما تكون يعني لا يوجد فيها يعني 1% من مثلا المقومات الإبداعية. أستاذ حميد يعطي مجال دكتورة دروين، انتظرت كثيرا دكتورة داكو. أوكي دكتور عاطف أعطيك كمان دقيقتين ونذهب للدكتورة دورين. لا خليني أسمع من الدكتورة دورين والنقاش. إذن نذهب إلى الدكتورة دورين، وسؤال أيضا موجه إلى الدكتورة دورين وكل الأصدقاء. نعم، لأن هذا الزمن هو الزمن الرديء، نحن لا نستطيع أن نميز فيه بين الجيد والرديء. وأنا هنا أريد أن أضع أو ألوم النقد، لا يوجد نقد حقيقي ومخيف، وقتها بيكون في قراءات نقدية ومقالات عم تنزل بالصحف، هن بيرجفوا ما بيعود لهم عين يطلعوا هيك إنتاج أدبي. وبالنهاية في عنا ثقافة الفيسبوك يلي تعتمد على مبدأ لايك لتلايك لك، حط لايك بحط لك، من هون بنوصل على شي 600 لايك على نص بيكون في تحية وبعد. فهيدي موضة العصر يعني، ونحن لا يمكننا أن نتخطاها مع الأسف. أنا هنا أريد أن أجيب بنقطتين. النقطة الأولى، طلعت على ما هو موجود من أسئلة على الشات، وأريد أن هيك أبسط الأمور. هناك أنا عميقة، هذه الأنا العميقة موجودة في ذات كل إنسان، وهي كونية ثابتة متصلة بالروح الكلية، وألا تخرج من قطار الحياة. إلا أن ثقافة العصر وروح العصر والتواصل عدلت في معطياتها، ولكنها في مطلق الأحوال لا تستطيع أن تولد في الفرد ما ليس موجوداً في نفسه أساساً. يعني فأنت تعتني بحبة القمح من الحقول حتى البيادر، ولكنك لا تنبت منها إلا قمحاً. والمطلوب اليوم هو العمل على توليد شخصية عربية نقدية تقف في منطقة وسطى بين الجديد الوافد والعربي القديم الأصيل،
واحترام النص العربي وتفهم هذه الروح المشرقية الموجودة فيه وتراكم التراث والحضارة، وجميعها تفضي إلى ضرورة معالجة نقدية مميزة. وإذا كانت المناهج النقدية الغربية الحديثة قد بدلت في مقاربة النصوص والأعمال الإبداعية ما أدى إلى نتائج تتخطى ما كان، فهذا أمر طبيعي، ولكنه في الوقت عينه لا يتعارض مع القديم تعارضاً كلياً أو جوهرياً، لأن الإنسان بطبيعته ومنذ مئات السنين يسير على خط موصول وجوهره لا يتبدل، جوهر الإنسان لا يتبدل وإن اختلفت طرق التعبير بين عصر وآخر. هذا أولاً. ثانياً، بالنسبة إلى قضية النهج والمناهج والمنهجية، وهي أمور ثابتة، بس في شيء بالجامعة نحن بنقول له منهجية البحث العلمي، يعني هذه الجامعة بتعتمد منهجية أفنول، مجبورين كل الطلاب أنهم يستخدموا هذه النظرية أو هذه المنهجية مشان ما يصير في تخبيص. هذه الجامعة عندها منهجية الـ MLA، هذه الجامعة عندها منهجية الـ APA، وهذه منهجيات عالمية معترف بها. أما أنا أردت أن أحدد ماذا تعني المنهجية، فكلنا نعرف أنها هي جزء من أجزاء المنطق، وغرضها دراسة المناهج العلمية المختارة. وهذه المنهجية لا تخترع المناهج، هي تنظر إلى العلماء لتتبين كيف يضعون أبحاثهم، هي تحدد مناهجهم، هي تراقب عالماً فيزيائياً لترى كيف يسير في منهجه. العلماء مارسوا البحث العلمي قبل أن تدرس مناهجهم. كلود برنارد اكتشف أموراً فيزيولوجية ثم أخذ يحلل بعد ذلك مراحل الاكتشاف، إذن الاكتشاف سبق طريقة الاكتشاف. فالمنهجية لا تستنبط مناهج جديدة، المنهجية هي وصفية في أساسها، والمنهج يساعد الباحث على أن يسلك سلوكاً معيناً في بحثه. هذا فقط ما أردت أن أقوله، وشكراً لكم. شكراً جزيلاً. أيضاً نشكر الدكتورة دورية فرحات، هي متواجدة أيضاً معنا. مرحبا بك دكتورة دورية. أستاذ صبري بالله اسمح لي، أستاذ الدكتور حاتم إذا أنت معنا. الدكتور حاتم صار لنا زمان منك، إذا كنت معنا الدكتور حاتم. أهلاً وسهلاً دكتور حميد، حياك أستاذ العزيز. شكراً لك، أنت يعني نافذة طيبة لجميع الفنون وخاصة الأدب، فلقد أوليت له الكثير والكثير. وفي هذه الندوة أعتقد أنها حازت على الكثير من المعلومات، فقد أثرتنا كثيرا ولا نستطيع أن نتحدث فيها بالكثير، ولكن كلما أردت أن أقول للدكاترة الأجلاء كي يعني دائما ما نتحدث أنه هناك أزمة نقد، أعتقد أنه ليس لدينا أزمة نقد، وإنما لدينا أزمة في نشر الدراسات النقدية. هناك الكثير من الدراسات النقدية مطوية في أرشفة المكتبات خاصة الجامعية، كون الجامعات لا تقوم بنشر تلك الدراسة. فمثلا ولو تحدثت عن نطاق الجامعات اليمنية، كل سنة لدينا طلاب ماجستير ودكتوراه يتخرجون في دراسة نقدية عن الرواية، على القصة القصيرة، عن الشعر، ولكن تموت في أرشفة الجامعة. لا يوجد لدينا دور نشر متخصصة تقوم بنشر تلك الدراسات، لذلك أكثرهم يذهب إلى يقول أنه هناك فقط دراسات نقدية انطباعية، وهذا ما نراه من بعض الغير، يعني نسميها أي كاتب قد يكتب انطباع عن ذلك العمل. لكن من المنظور الأكاديمي يجب علينا أنه لا نلوم هذا الجانب، أي بمعنى أنه بعضهم يقول لك هي نظرة، مثل ما يقول بعضهم يقول لك لا أريد قالب، لا أريد أن أعمل تلك الدراسة في قالب معين. ولكن لو رجعنا للحديث عن تلك القوالب، لا يوجد شيء بدون إطار. فعندما نقول دراسة نقدية
معناها أنه عطرناها، وهذه الدراسة النقدية من أي منظور؟ إذن هنا ضروري من مذهب، فما فيش دراسة عشوائية ستكون ككوم من الحجارة، البيت يحتاج إلى مهندس، وكذلك الدراسة النقدية تحتاج لها خبير في ذلك. أريد من الأخوة الدكاترة، ما هي في نظركم الأدلوجية التي يجب أن نتبعها لنتفادى تلك الذين يحاولون أن يقللوا من قيمة الدراسات النظرية المذهبية نسميها؟ شكرا دكتور حاتم على مشاركتك الجميلة، ونتمنى الآن أصبحت قريب منا في لندن، ونتمنى أن نكون في تواصل دائم. أستاذ صبري، أعتقد لديك تعليق أو سؤال آخر، ونعود بعد ذلك، اسمحوا لي بعد ذلك أذهب إلى الدكتورة دورية فرحات. نعم، تفضل أستاذ صبري. شكرا، شكرا جزيلا. بالحقيقة هناك سوء فهم بمداخلتي من قبل ربما بعض النقاد، وأعود مرة أخرى أقول أشكر كل النقاد الذين قدموا وجهات نظرهم، واستفدت جدا من هذه الأدوية. أعود وأرد عليك على تساؤلك الذي طرحته فيما يخص الفيسبوك. صديقي، كل هذه وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتوابعه ومرفقاتها، صفحات مشكوك في أمرها ومستواها، 5% منها يصب في باب الأدب والفن إبداع. هل تعلم هناك 100,000 شهادة دكتوراه الفخرية تمنع على الفيسبوك لبعض الشعراء الذين لا يفكون الحرف أو لا يستطيعوا كتابة جملة مفيدة؟ هذا واحد. 2، هناك الكثير ممن يحصلون على جوائز في العالم العربي والغربي والعالم العالمي، وأيضا لا يستحقون شهادات وجوائز التي يحصلون عليها. الجوائز ومرفقات هذا ليس مقياسا نهائيا، مع احترامي لمن يفوز بالشهادات من الجوائز ومن محافل مرموقة. سؤال ورد الأستاذ الدكتور خليل شكري هياس على سؤالي، أعتقد لم تصل فكرتي، كنت نعم منفعلا بعض الشيء. أنا لا أشكك بقيمة الإبداع العربي ولا بقيمة النقد العربي والمكانة النقدية العربية، ولكن أقول هناك بعض النقاد، هناك قسم من النقاد يكتبون نصوصا نقدية، رؤية نقدية ليس علاقة بالنقد، مو لأنه هو منصف أو غير منصف، هو لا يفهم بالنقد بالأساس. هذا واحد، وليس بالضرورة أن يكون ناقدا أكاديميا، ممكن واحد يطرح حاله ناقد. هل 90% من المقالات النقدية بالصحافة السريعة ليس لها أي علاقة بالنقد، ليس لها أي علاقة بالنقد، أنا أعتبرها خبر صحفي مقال. وأعود إلى السؤال الأهم الذين لم يتوقف عنده، وهو لماذا لا تولد الساحة العربية رؤية حداثوية تنويرية إنسانية عالمية أسوة بالغرب؟ لم يجب أحد على سؤالي. 2، أين نحن من ما بعد الحداثة؟ نحن لم ندخل معرفيا وأبداعيا وفكريا ونقديا في الحداثة، كيف سنتحدث على ما بعد حدث؟ فإذا نحن في العالم العربي نحتاج إلى تعميق الرؤية الفكرية التنويرية الاستنهاضية للمجتمع العربي، والمجتمع العربي كمؤسسات وحكومات وزارات ثقافة، أكثر الدول في الكرة الأرضية تهمل الجانب الإبداعي، الجانب النقدي، الجانب المعرفي، الجانب الطبي، كل جوانب الثقافة. مثلا أنت حضرتك بيجي على المنتدى العربي الأوروبي مجموعة معينة، بينما خبر من سطر واحد 100,000 متابعة. أنا قريت سمعت أغنية، والله يمكن أنا إذا أتدرب أغني شهر أغني أفضل منها أنا نفسي، قسما بشرف، 53 مليون مشاهدة. هل تصدق خلال أسبوع؟ طيب يا أخي، هل 53 مليون مشاهدة من وين يجوا؟ الجواب أنا أشكك في مشاهداتهم كلهم، لأنه من هي هذه العبقرية التي تغني أغنية من 4 دقائق و 50 مليون مشاهدة وتحصل على كذا ألف دولار مقابل المشاهدات، وأنت لا تستطيع أن تدفع إيجار زوم بالكاد تستطيع أن تدفعه، ونحن 1,000 واحد معك بالكاد نستطيع. الجواب هناك خلل في الثقافة العالمية ككل بما فيها من العربية، ونحن أولى
الأمم التي عندنا خلخلة. لماذا؟ لأنه دائما تقليديون، نتبع الغرب في كل شيء، في النقد، في الموضة، في كل شيء نتبع. يا أخي أنا سؤالي الأهم المهم، لماذا لا نخلق أبداعا معرفيا شرقيا، نقدا وسينما وأخراج؟ هل نحن ناقصنا ممثلون؟ هل مثل ما قال الدكتور الدرابسي على موضوع الكاتب السوري المبدع الخلاق الرحل والنوس سعد الله والنوس، هل تعلم أنه رشح بأرفع جوائز عالمي ونسب له كلمة المسرح العالمي، وقال الجوع إلى المسرح في محاضرة قيمة في العالم؟ والسؤال مطروح، أين هي مسرحياته؟ يا أخي 90% أنت مخرج سينمائي يا أستاذ حميد، من أفلامنا التي تبث ومسلسلاتنا صدقني سطحية وتقريبا فارغة من المضمون العلمي والفكري والثقافي والإبداعي الخلاق، أغلبها هي للتسلية. هل هذا جائز؟ شكرا. شكرا جزيلا أستاذ صبري. ويبدو أيضا يعني هناك أزمة عالمية، حتى مثلا أنا أعرف أصدقاء كانوا معي يعني زملاء في ما اسمه في الدكتوراه وفي الماجستير، وأجدهم والله العظيم أنهم يذهبون ويعملون في مقاهي يعني في بارات، ويعني عيشة فنية هيك يعني يعتمدون على الخبز الحاف والخبز والنبيذ الرخيص يعني هذه حالة ربما أيضا عالمية. يعني فرنسا ليست أكثر، في البعض الناس مثلا يظن يعني أن فرنسا ممكن أن تفرش للمبدع، هي ربما هناك فقط يعني في البعض يستطيع أن يصل إلى بعض العلاقات ومن ذلك ينطلق. طيب تسمح لي أحكي 30 ثانية هيك نبت عابرة 30 ثانية ذلك ذهب إلى الدكتورة الدرية ثم الدكتور حمد. تخيلوا يا رعاكم الله، تخيلوا أنا مقيم في السويد من 31 سنة، خلال وجودي في السويد طبعت مجموعة كتب ورقية وأغلبها هي إلكترونية، ما يقارب ربع مليون كرون سويدي صرفت على كتبي، لم أبع أكثر من 10,000 كرون وأغلب السويديين اشتروها، عندي خسارة ربع مليون كرون سويدي وأنا أحتاج إلى الدولار واحد إلى الكرون واحد، فكيف سأطبع 70 كتاب الآخر الإلكتروني؟ أحتاج إلى 5 قرون أخرى كي يوفر ربع ملايين أخرى كي أطبع كتبي، وهل سأعيش 5 قرون أخرى؟ ولا هل ممكن يصير عجوبة في العالم وأعيش 5 قرون؟ احتمال، لما لا؟ شكرا. يا أستاذ صبري أنت حي بإبداعك العظيم وإحنا نحبك، وطبعا يعني نحبك في هذا. دكتورة درية فرحات مرحبا بك، نرحب بك، ما أدري ربما أيضا استمعت للنقاشات، ربما تحبين أن تردين على بعض الأسئلة لأنها يعني أيضا بالنسبة لمشاركتكم إضافة إلى مشاركات الأساتذة الأصدقاء الدكتور شكري الدكتور حمد الدكتورة درية. تفضلي يا أستاذتي الغالية. نعم، أول شيء أسعد الله مساءكم، وعذرا يعني اضطريت للدخول متأخرة، كان عندي محاضرة مع الطلاب أونلاين للجامعة اللبنانية يعني، فلذلك اضطريت أني أدخل متأخرة، وأنتوا بكر اليوم يعني تعودنا تكون الأمسية شوي متأخرة، اليوم مبكرين لكي لا نستطيع الدخول مبكرا. هلأ الموضوع يعني كانت هي يعني أمسية اليوم أو موضوع اليوم هو له علاقة بمسألة المناهج والحديث عن المنهج والاتجاهات والمناهج في النقد العربي. طبعا يعني اولا خليني اقول نقطه يمكن تختلف شوي عن البعض يقولها، انا بقناعتي ان هناك اذا عدنا الى التراث هناك مناهج نقديه كانت موجوده وادت دوره وتركت اثار، يمكن لم تكن مكتمله، لم تكن تحت مسمى نقدي متكامل ومنهجيه علميه متكامله، ولكن اكيد بكثير من الاراء والكتاب التراث العربي كان في عنا هذا الثراء بالنقد، واللي استفاد منه الكثير والعديد من الدراسات الحديثة بغض النظر إن كانت استفادت منها بشكل قراءة لها أم نوع من التوارد الأفكار والخوارط التي كانت موجودة. يعني يمكن كان عندي مداخلة مرة بما يتعلق بمثلا العلاقة بتأثير الجاحظ
على بعض الدراسات الألسنية. هذا الأمر لازم ظل موجود بذهننا أنه هو موجود وله أهميته. هلأ حدث انقطاع زمني، انقطاع تاريخي أدى إلى التقهقر، العودة، تخلف البدن كنية من المسميات، ولم يعد لدينا هذا القدرة على النتاج الجديد. صحيح يمكن بهذه الفترة صار في انتقال هذه المرحلة إلى جهة أخرى، ولكن بالنهاية التفاعل الثقافي موجود بين الأمم، ومن المهم أن احنا نستفيد منه. يمكن أنا بدي أقوله اللي عم بيقول دكتور عاطف، ليش ما عم نلاقي حاليا مناهج نقدية من الوطن العربي؟ أنا بعتقد أنه هي يمكن تكون موجودة، ولكن المشكلة أحيانا النظرة اللي ما بعرف نسميها النظرة الفوقية، النظرة المفروضة علينا، أنه أحياناً إذا بدنا نطلع نحن بنظرة نقدية حديثة ونقدر منهج جديد أو فكرة جديدة، بعدنا منكون عايشين بعباءة وبوهم النظريات النقدية الأوروبية. وإذا بدنا نطلع منها ونحاول نحن نعمل نوع من الحداثة، نوع من الانقلاب، بيكون كأنه نحن عم نخالف شيء صار مقدس، شبه مقدس، من المناهج الغربية الأوروبية اللي نحن عم نستعين فيها. هلا مش معناتها أن هي هذه المناهج النقدية خطأ، نحن ممكن أكيد هي صحيحة، ولكن الخطأ أن نلبسها على إبداعنا الأدبي الباس. يعني يجب أن يكون النقد منطلق من إبداعنا الأدبي، مش نحن نغطيه بلباس آخر بعيد عن واقعنا. هلا انا لاحظت انه جزء من الحديث كمان يمكن انتقلنا الى هذا الواقع اللي عم نعيشه هلا، المجتمع اللي عم نعيشه ووسائل التواصل، وللاسف يعني بوسائل التواصل صار في تدمير للكثير من الامور. يعني اذا كنا ماشيين بالطريق الصحيح واعتماد حتى اعتماد المناهج الغربية ومحاولة انه نعمل نحن عنا مناهج حديثة بوطننا العربي مع وجود التواصل الاجتماعي، ويمكن مش بس بلبنان أو عفوا مش بس بالعالم العربي، حتى بالعالم أجمع، للأسف أحيانا يمكن مثل ما قال الدكتورة دورين لا يكلك، وهذه المصطلحات والألقاب اللي عم تمنح على الفيسبوك. يعني للأسف منذ فترة شخص بعرفه يعني أنه طب بعده عم يكتب كلمتين، بعده ما طلعش من البيضة، يعني عم يكتب كلمتين، سموه موقع من المواقع الأديب أو الأديبة. طيب على أي أساس أديبة؟ يعني وين المنهج؟ مين اللي سمح له أنه ينعطى هذا اللقب الأديب؟ يعني إحنا بعدنا بنقول جبران خليل جبران الأديب ومارون عبود الأديب، ومع ذلك يمكن البعض بيشكك ببعض الأمور. فكيف ممكن هلأ منلاقي بالفيسبوك شخص بعده عم يطلع جديد ويعطى لقب الأديب؟ إضافة إلى إذا بدنا نقول شهادات الفخرية، الدكتوراه الفخرية اللي هي أصلاً يعني عليها يعني مثل بيقولوا اعتراض إذا منحت من بعض الجامعات. ما هذيك اليوم بسمع بملتقى أعطى أحدهم شهادة دكتوراه فخرية. فكيف بدنا نرجع نحن نعيد تصويب المنهج أو نقد النصوص؟ حتى صار أحيانا إذا أنت بدك تعمل نقد لأحدهم وتشارك بنقد لأحدهم، وهذا يمكن من ضمنها، وعم تكون عم تتبع يمكن آليات منهجية نقدية حديثة، إذا أنت قلت كلمة أزعلته أو ما مدحته وما كانت بخاطره، بيعتبروك أنت الجاهل وأنت المخالف للقاعدة، ويمكن بيثنوك برا وبيخلوك بعيد. فبتضطر أنك لما بدك تكون موجود بمحفل أنك تراعي شوي. يمكن خليني أمزح شوي مع دكتور عاطف، إنه مرات كتير مثلاً في ناس بتقوله إنك أنت عم بتشاكس أو إنك أنت عم بتنقد الآخرين أو عم طب ما هو يمكن عم يعطي منهجية نقدية سليمة وعم بيطلع الأشياء الصحيحة، لكن المحيط أحياناً صار بوسائل التواصل اللي عم نعيشها عم ترفض هذا الأمر. شكراً لكم، وإن شاء الله شكراً جزيلاً دكتورة دورية، أنت أغنيت كمان. وفي هذه الملاحظة، وأنا عندما أقول يعني أحياناً يعني طبعاً إحنا المنتدى العربي الأوروبي للسينما والصرا، يعني إذا أردنا أن يعني كثير يطالبون بشهادات تقدير وشهادة الدكتوراه، وربما يعني كما قال الأستاذ صبري لو إحنا نعمل هاي الأشياء ربما لم يكن لدينا أزمة نحن ندفع $200 للغرف لومو
للاشتراك الزوم للسنة القادمة، لكن احنا نحافظ طبعا على انفسنا، نحافظ على قيمتنا التي يعني ايضا على قيمتكم باعتبار انتم ايضا يعني وجوه هذا المنتدى، فنحن لن نصرف ولن نذهب. وكذلك طبعا دكتورة دورية، هي المسألة ليست فقط يعني مثلا بعض المواقع الذي يعني مهرجانات، انا اتحدث عن معارض كتاب يعني في مصر، في لبنان، في الخليج العربي. مرة والله أنا أصبت بنوع من هذا يعني مهرجان مؤتمر أو عن الدراما، وهو مهرجان كبير ومعروف في قطر في الدوحة. يعني عندما في الليست بتاعه استضيف يعني أجد إنه يعني مجموعة أو أعرف بعض الناس يعني ليس لديهم أي مشاركات حتى يعني بمقالات يعني في مجلات محترمة أو في دوريات، بحيث يدعون إلى هذا المؤتمر أو إلى هذا الملتقى، ويسمى ملتقى مع كل الأشياء. فهي هذه أيضا هذه المشكلة، أن أصبحت بعض المهرجانات يعني مهرجان الجونة، وانت ربما شفتوه في مصر في الأخير، يعني كيف خصص بعض المقاعد له يعني فقط لناس لديهم حضور، يعني ممثلين أو ممثلات أو فنانات يستطيعون أو يقدرنا أن يلبسنا ما خفى وكان شفافا، بحيث انه ولديهم تواصل. فبمعنى انه يعني ليست فقط المهرجانات الفنيه، حتى معارض الكتاب، حتى هذه اصبحوا يفرضون نسبه معينه، ويقول هذا حتى للترويج على مسار الترويج، يقول نحن نعمل وهؤلاء يعني مجرد ان ينشر واحد صورته سيحصل على الاف اللايكات وسيعرفون ان هنالك مهرجان. لا أطيل عليكم، دكتور خليل بعد ذلك، عفوا دكتور محمد، وبعد ذلك اذهب الى الدكتور خليل، وبعد ذلك نذهب إلى التوصيات التي يعني ممكن أن نخرج بها من هذا اللقاء. دكتور حمد تفضل. شكرا، أنا عندي إضافة فقط، أردت أن أضيف شيئا ما فيما يتعلق ب ما هو مطروح علينا يعني كمشتغلين بالنقد، لا أقول كنقاد أو كأكاديميين. هنا أقول شيء ربما أبشر به، لو نظرنا إلى القراءات النقدية التي تبنت المنهج التكويني البنيوي وقامت بتجريب مقولاته، مثلا نرى القراءات مثلا كما طبق من المغرب، من تونس، الطاهر لبيب مثلا، سوسيولوجيا الغزل العربي مطبقا البنيوية، كصنف ثاني مثلا قارب أعمال سردية مثل غالي شكري في المنتمي، واستعمل البنيوية، عبد المحسن طه في الرؤية والأداء، حميد الحميداني في الرواية المغربية رؤية الواقع الاجتماعي إلى غير ذلك. كذلك القراءات التي قاربت الدراسات النقدية كدراسة محمد بنيس من المغرب، ودراسة محمد برادة أيضا من المغرب، التي حاولت الكشف عن الجذور المرجعية النقدية ومكوناتها من خلال القراءة وفق مدرسة محددة. إذن لاحظوا نجاحها، نحن لا يمكن لنا أن نغيظ أو نسقط هذا الحق الذي حصل لدينا احنا كمشتغلين، قلت بالنقد، لا يمكن أن ننسى يمن العيد في معرفة معناها النص، لا يمكن أن ننسى جهود سيد البحراوي كما قال صديقي دكتور شكري قبل قليل، أو أمين رشيد، أو جهود جابر عصفو يعني في ترجمته للكثير من رواد المنهج. ولا نغفل أيضا، وهنا أشير إلى شيء، كتابات السيد ياسين حسين مروت، أيضا عمار بالحسن، سواء عن طريق التأليف أو الترجمة، ولكن هم في تجربتهم قد جعلوا لنا مبحث أو فتحوا لنا رؤية إلى المدارس الأخرى. يعني لو لم يطبق
معناها الأجيال السابقة قبلنا لو لم تطبق هذه المناهج ما كنا لنصل نحن إلى هذا. إذن حتى في التجارب الغربية معناها إذا كان جون إيلس مثلا فند الفكر التفكيكي وهاجم الأسلوب، لكن نشأت عنه مدارس أخرى. ربما هذا ينبئ أقول هنا للأستاذ عاطف، الأستاذ سكري، الأستاذ دورين، هذه هي مهمتنا نحن الآن. مهمتنا هو أن نبحث في أن نكون هذا المجمع العلمي وهذا المجمع النقدي لنؤسس به. وأشكر لكم انتباهكم. يعني تسمح لي دكتور خليل؟ تفضل دكتور. تفضل دكتور. أنا سأتحدث عن البنيوية التكوينية، عن جولدمان. البنيوية التكوينية عند جولدمان ليست هي البنيوية كما قدمها فلاديمير بروب في كتابه عن الحكايات الخرافية، ثم فيما بعد بارت وغيره، هي مختلفة تماما. البنيوية التكوينية عنده هي تشبه على نحو ما البنيوية عند كلود ليفي ستراوس حينما طبقها على الأساطير. أولا، جولدمان انطلق من فكرة الانعكاس في كتاب مهم جدا لجورج لوكاش اسمه الروح والأشكال. قابله الروح والأشكال للوكاش على ما أعتقد، أنا الأسماء بتخونني وهو فكك فكر لوكاش، مع أنه كل فكر لوكاش الآن انتهى أصلا، ما عاد حدا تعاطى فيه. اثنين، هو قارئ لأدلر. الناحية الثالثة، جولدمان لما انطلق، لما راح على ألمانيا، لما كانت النمسا وألمانيا، لما راح على ألمانيا اطلع على فكر هيجل. هيجل اللي هو بقول لك انه الأدب او الفن هو التعبير الحسي عن الفكرة. هو ماذا درس جولدمان؟ درس الفعل الإنساني. جولدمان أي فعل إنساني، سواء كان ديني أو اجتماعي أو أيديولوجي أو فلسفي أو لاهوتي، قال هذه البنى مرتبطة بالمجتمع، ببنى المجتمع، بوصفها فعل إنساني. وقال أن لهذه البنى، لأنه هو منتمي لمين؟ لهيجل، خليني أوضحها. في بنى ذهنية بتطلع على شكل إما ممارسة دينية أو فلسفية أو اجتماعية أو أدبية، فيعرف من خلالها البنية الذهنية العامة للمجتمع. فصارت البنى الدينية أو النسق الديني عاكس لبنية مجتمع ما. يعني مثلا أنت إذا كنت في نيويورك شفت واحد يصلي زي المسلمين ستقول هذا مسلم، أنت بنيويورك. شفت واحد مثلا يقيم طقوس عرس كما في العراق ستقول هذا عراقي وأنت في قلب نيويورك. أو واحد يعزف على الربابة في باريس ستقول هذا. فجولدمان حاول أن يفسر البنى الذهنية للمجتمع في كتابه السوسيولوجيا أو الإله الخفي، أنا ما أعتقد إن لم تخن الذاكرة. هذه هي فكرته. هو ليس بنيويا، لم يشتغل على اللغة، فمن ضمن هذه المقولات مقولته المشهورة أن بنى الأدب تعكس بنى المجتمع، كما بنى الدين وأنساق الدين تعكس الجانب اللاهوتي، الأيديولوجيا نفس العملية. فهو أقرب لنظريات علم الاجتماع، لا يمكن أن نتعامل معه على أنه بنيوي، أفاد من مخرجات ديسوسير، أو أن النص
فعل لغوي. ما بعرف لاحظت على الشات أيضا سؤال إذا وفقنا بالإجابة فيه، أنه شو الفرق بين النظرية الأدبية والدراسة الأدبية؟ هنا يعني سأجيب باختصار شديد سؤال على الشات إذا سمحت لي أخي خليل، تسمح لي أن أجيب؟ نعم نعم تفضل دكتور تفضل. سأقول أنه أنا شخصيا ضد مصطلح النظرية الأدبية. هو مفهوم النظرية من أين جاء؟ مفهوم النظرية، مفهوم النظرية جاء بعد دوسوسير، يعني بعد حينما يعني مع النقد الجديد في أمريكا جاء، مع النقد الشكلاني جاء، لأنهم حاولوا أن يبحثوا عن شيء اسمه علم النص، فجاءت كلمة نظرية. فالنظرية يعني مصطلح النظرية لو تاريخيا مفهوم النظرية لا ينسجم مع الأدب، يعني بدأت أيضا جذورها مع برونتير حينما حاولوا أن يقولوا أن النص كائن حي وأن يضعوا علم للنص ونشوء النص علم النص القوانين. وسؤال النظرية الأدبية انطلق من فكرة يعني ما الأدب، ما الأدب، ما الأدب، هاي النظرية، وبلشت فيها افتراضات وهي تسقط. يعني النظرية يعني كل النظريات الأدبية تتعارض تتضاد. لذلك أنا أميل الدراسة هي الدراسة القائمة على الشرح والتفسير، والدراسة نفسها هي التي تسقط النظرية. يعني أنا إذا قدمت فرضية بالنظرية أسقطها. ولذلك مثلا من ضمن المقولات التي أسقطت النظرية البنيومية حينما قالوا لك كيف يتعلق، كيف تجعل هذا النص بس يتعلق بفضاء لغوي وحسب، يعني لا يجوز. أنا أميل إلى مفهوم التنظير النقدي، وأميل إلى مفهوم الممارسة النقدية والدراسة النقدية. يعني مع احترامي لرينيه ويليك ووارين اللي كتبوا نظرية الأدب، كتابهم المشهور نظرية الأدب، هي تنظيرات. فهذا المصطلح ظهر يعني تقدر تقول بعد الستينات أو بالخمسينات مع 41 مع كتاب النقد الجديد، مع كتاب تشريح النقد لنورثروب فراي، مع كتابات ريتشاردز، مع ثم الدراسات التي قامت على اللغة وعلم اللغة من دوسوسير وطلع، بدأ يظهر لنا مفهوم نظرية الأدب. هذا المفهوم لم يكن تاريخيا، يعني لا توجد نظرية. وأيضا يمكن أن يدرس في سياق علاقة الأدب بالفلسفة، وأنت تعلم أخي خليل جهود أفلاطون وأرسطو، يعني ونظرية المحاكاة، هذه العلاقة الجدلية بين الفلسفة والأدب، أن في الأدب فلسفة وفي الفلسفة أدب، مع أن الفلسفة طبعا أوسع. ونظرية المحاكاة فيها نظرية، يعني فيها علمية، لكن لم يقولوا عنها كلمة نظرية. أنا أميل إلى مصطلح الدراسة الأدبية، أميل إلى مصطلح التنظير مثلا أو الرؤية الأدبية. أما نظرية لا أعتقد، يعني مش زي نظرية الجاذبية أو زي نظرية نيوتن أو النظرية النسبية. وشكرا، أنا أطلت يعني أعتذر. شكرا جزيلا دكتور عاطف. وإحنا هذا يعني هذه الندوة ربما أيضا شوقتنا أكثر لعملية أو لعمل ملتقى، وربما أنتم تكونون يعني أساتذتنا الأعزاء تكونون المنسقين لهذا الملتقى، بحيث أن يكون متعدد يعني سواء البحث، يعني لأنه هناك أشياء كثيرة جدا نود أن نبحثها. اسمحوا لي، ما أدري أستاذة دوريس خوري، أستاذة دوريس أنت إذا ودك أن تتحدثي، وبعد ذلك نذهب إلى التوصيات الكلمات الختامية. حاضر، ثواني أنا بعود إليك يا دكتور خليل. فقط أستاذة دوريس، إذا كانت معنا أستاذة دوريس، ما لا سأذهب إلى الدكتور خليل، ومن ثم أنا بدي أعمل جولة إلى المشاركين الثلاثة، الدكتور خليل، الدكتورة دورين، الدكتور حمد، يعني بإيجاز سريع إذا كانت هنالك نقاط تم أو تحضركم يعني ترونها مهمة، وبعد ذلك نذهب إلى التوصيات الختامية.
أستاذة دوريس يبدو أنها ليست موجودة، إذن أذهب إليك دكتور خليل، تفضل. نعم أستاذ حميد، حقيقة هناك كثير من التساؤلات بحاجة إلى أن نقف عندها، ولا سيما أن الأساتذة الأعزاء يعني حقيقة أثروا الندوة بطريقة رائعة وجميلة، وكل أستاذ تداخل بشكل واسع في قضايا عديدة مهمة في هذه الندوة. سأنطلق من ما قاله دكتور عاطف فيما يتعلق بالنظرية الأدبية، فقط أضيف، أنا لا أختلف في هذه النقطة، لكن أضيف إلى ما قاله دكتور عاطف بأن النظرية الأدبية أو نظرية الأدب يمكن أن تعد قاعدة للانطلاق في دراسة النقد. أما النظرية أوسع من المنهج، وأعتقد أننا نستطيع أن تكون انطلاقتنا انطلاقة على وفق ما جاء في النظرية الأدبية، لكن على أننا ندخل بشكل أدق وأكثر تحديداً في دراسة المتن على وفق رؤية منهجية نقدية معينة. أيضاً نظرية الأدب ممكن أن تفيدنا في قراءة النص قراءة أجناسية، ومن ثم تكون انطلاقتنا نحو منهجية محددة في دراسة النص الأدبي. أنتقل إلى كثير من المسائل المطروحة، منها معاتبة دكتور دورين للنقد لعدم تصديه لهذا الكم الهائل من المتون أو من الأدب في قنوات التواصل الاجتماعي، هؤلاء الذين يحسبون على الأدب وهم ليسوا بأدباء. أنا أعتقد أن هؤلاء هم آنيون، ممكن أن أنشر نص على أي قناة من قنوات التواصل الاجتماعي وأثير أو ألفت نظر الآخرين ليوم أو يومين أو ثلاثة، لكن لا أستطيع أن أصمد وأن أصل لأدب متميز وأصيل، ومن ثم أجد من يتناول هذا الأدب بشكل دقيق أو من قبل نقاد مختصين أو من قبل ذوي الاختصاص. كم شاعر كان مع المتنبي؟ أنا أفترض وجود آلاف الشعراء في عصر المتنبي، لكن كم متنبي ظهر عندنا الآن؟ بالتالي هؤلاء أيضا إلى زوال، ويبقى النص الأصيل يفرض نفسه. أيضا يعني القنوات التواصل الاجتماعي يعني الآن للأسف أصبحت حالها حال بعض المافيات، هناك جهات إعلامية تفرض هيمنتها وتسوق بطريقة أو بأخرى لهذا أو ذاك على وفق رؤية أيديولوجية أشار إلى ذلك دكتور عاطف في كلامي عن هذا الموضوع. في هذا الصدد أيضا أشار إلى اتجاهين في النقد، ولا سيما في النقد العراقي عندما أشار إلى اتجاه ما قبل الاحتلال واتجاه ما بعد الاحتلال. يعني نحن في العراق كنا أمام يعني اتجاهين فعلا، اتجاه ما قبل الاحتلال يفرض مركزية عالية وهيمنة وسطوة، أيضا هذه الهيمنة وسطوة روجت لأدب تتوافق مع الأيديولوجية الحكومية إذا صح التعبير، أو الأيديولوجية الحزبية إذا صح التعبير، وأهملت الكثير من النصوص الإبداعية المهمة التي لم تتوافق مع طروحات ذاك الزمن. ويعني حقيقة أنا تناولت هذه المسألة في كتاب سميته بتمثلات النص الشعري جماليات النص المهمش، أخذت مجموعة من المتون الشعرية العراقية والعربية، تحديدا العراقية والسورية، متون مورس عليها التهميش
ليس لأنها متون ضعيفة، وإنما لأنها متون لا تنسجم ولا تتلائم ولا تتوائم مع الرؤية الأيديولوجية لهذه الحكومة أو تلك. ودرستها وأردت أن أخرج بنتيجة واحدة، أن هذه المتون لا تقل أصالة وجودة وإبداعا عن المتون التي سلطت عليها الضوء لأنها تنسجم وهذا الفكر الأيديولوجي. هذه المسألة. المسألة الثانية الاتجاه الآخر، اتجاه ما بعد الاحتلال في العراق. هذا الاتجاه أيضا ولد حرية، لكن حرية مدروسة تخدم أيضا الخطط الاستراتيجية للجهة المهيمنة في العراق، وأيضا أوجدت نوع من الفوضى الأدبية والثقافية إذا صح التعبير. وهذه مسألة أيضا جدير بأن نذكرها الآن. مسألة دكتور أو أستاذ صبري، لماذا لم نستطع أن نتوفق إلى رؤية حداثوية تنويرية في النقد العربي؟ هذا جواب هذا السؤال مرتبط ارتباط وثيق بقضية مهمة جدا، وهو أننا نفتقد إلى وجود حضارة عربية توازي الحضارة الغربية. الحضارة الأحادية الجانب فرضت هيمنتها الإعلامية على نحو كبير، بحيث أنها ألغت هوية الشعوب، ليست الشعوب العربية فقط وحتى الشعوب الأخرى. يعني هل تجد مثلا نقدا، على سبيل المثال، نقدا يابانيا أصيلا أو نقدا صينيا أصيلا، يعني خارج مظلة النقد الغربي المهيمن؟ إذن للحضارة فعلها الفاعل في إنتاج هذه الرؤية النقدية المختصة. المسألة الأخرى، افتقاد النقد العربي إلى مشروع نقدي حقيقي يمكن أن يواجه الوافد الغربي بطريقة أو بأخرى. دعونا يعني نستذكر أيضا مسألة مهمة أشارت إليها دكتورة دورين عندما تحدثت عن نظرية ما بعد الحداثة. هذه مسألة. ومسألة أخرى، أننا في هذه الندوة لم نتطرق إلى النقد الثقافي، وأعتقد أن نظرية ما بعد الحداثة والنقد الثقافي لابد أن نوليهما اهتماما كبيرا لأهمية هذين المسارين النقديين الآن، وهما مهمان جدا، ويمكن أن نقف عندهما في ندوات لاحقة. هل المنهج الواحد يمكن أن يعني استخدام المنهج الواحد يمكن أن يوقفنا عند مقصديات المتن، أو يمكن أن يفي متن شاعر معين أو مبدع معين؟ يعني هل يمكن استخدام منهجية واحدة أو منهج نقدي واحد في دراسة مجمل متن الشعر على نحو نصل فيه إلى إيفاء هذا المتن على نحو واف؟ أعتقد أن هذا السؤال بحاجة إلى إجابة. ليس بالضرورة أن نتقيد بمنهجية واحدة في دراسة كل متن الشعر. هذا المتن الإبداعي، سواء كان متن شعري أو متن سردي، يمكن أن نطبق عليها منهجيات مختلفة، لكن ليست في دراسة واحدة، على أن تكون الدراسات مستقلة. أنا ممكن أن أتبع، واسمح لي يا دكتور خليل، إحنا في هذه الندوة خاصة، يعني إحنا نؤسس للملتقى، يعني إن شاء الله نتفق عليه ونكون له مجموعة بحيث يكون ملتقى للنقد، يتكون من عدة أيام يتناول النقد الثقافي، النقد الانطباعي، المسائل التي تناولناها، لأنه فعلا يعني هناك مسائل وقضايا كثيرة ومتشعبة جدا. نعم. قد لا يكون الوقت لا يسمح، احنا تجاوزنا تقريبا اكثر حوالي ما يقرب من ساعتين ونصف، ف
تفضل أستاذ العزيز أعطيك دقيقتين كمان تختم أو تحاول أن توجز فيها ملاحظاتك. نعم. أيضا أستاذ صبري يونس وقف على أن بعض النقاد لم يستطيع الوصول إلى دلالة النص، يعني يجب أن نفرق، يعني كان نوعا ما أيضا متشنجا في طرح هذه المسألة أن هناك نقادا لا يستطيعون مجاراة لأنهم ليسوا بنقاد. نحن نعرف أن النقد العربي فيه مسارات، فيها نقد انطباعي وفيها نقد صحفي وفيها نقد أكاديمي أو نقد حقيقي، حتى نخرج من المصطلح الأكاديمي، هناك نقد حقيقي مبني على أسس حقيقية وهناك نقد انطباعي وهناك نقد صحفي. كثير من الدارسين ينبرون إلى تحليل النصوص وإلى دراسة النصوص وهم لا يمتلكون هذه الرؤية النقدية الواعية، وهم ليسوا أكثر من قراء انطباعيين يحاولون مجاراة النص. وأعتقد يعني إذا لم تمتلك الأسس النقدية الحقيقية لا تستطيع أن تحلل النصوص. هناك أسئلة وردت على الشات أيضا أعتقد بحاجة إلى أن نقف عندها. هل الثقافة العربية ثقافة مؤسسات وجامعات وتقاليد علمية رصينة؟ للأسف لا. باختصار يعني، هل نشهد موت الناقد الأكاديمي؟ أيضا هذا الحكم نوعا ما مبالغ فيه، هناك وهم وإن كانوا قلة لكن هناك نقاد أكاديميون حقيقيون استطاعوا بطريقة أخرى أن يجاروا المتن العربي لكنهم قلة. ولا أريد أن أضرب أمثلة، لدينا نقاد عرب قدموا للنقدية العربية الشيء الكثير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن أذهب إلى الختام، أذهب إلى التوصيات في هذه الندوة. يعني أيضا حضر معنا بعض الأصدقاء. تعطيني دقيقة دكتور حميد؟ بعطيك دقيقة بس، أعطينا ثانية واحدة بس، أعطينا ثانية واحدة. أوكي. دكتور منير الحاج يوسف، سلوى راشدي، الأستاذة سعاد، يعني كانوا حضروا معنا، وضياء علي، لكن إذا كان لديكم أو فقط تعطينا إشارة إذا كان يعني إحنا في الختام الآن. دكتور عاطف، بدي الآن نذهب للتوصيات، إذا لديك أي ملاحظة لمدة 20 ثانية وبعد ذلك التوصيات اللي تراها يجب أن تطرح في هذه الندوة. وأنا أقول هذه الندوة إذا تؤسس إلى ملتقى خاص نتفق عليه حول النقد فقط، النقد إشكاليات النقد، يكون ملتقى لعدة أيام ويتناول كل هذه الإشكاليات بحضوركم أنتم يعني منسقين وكرعاة لهذا المؤتمر أو هذا الملتقى. دكتور عاطف اتفضل إذا كان لديك ملاحظة، ثم التوصيات مباشرة لو سمحت. سأشير، أعتقد أنه جوليان ويلفريز في له كتاب، يعني بلش يساعدنا جوجل الحقيقة في الترجمة، يعني له في له كتاب مدخل إلى النقد في القرن 21. وهنا يعني سأستكمل الفكرة اللي أشار إليها أخي خليل، يعني حينما تحدث عن النقد الثقافي هو يتحدث عن تحولات على مستوى الجنس، تحولات على مستوى الأدب النسوي، تحولات على أدب الشتات، تحولات بفعل الحروب والتي يعيدها إلى مفهوم الصدمة، يعني صدمة الحداثة، مو صدمة الحداثة عندنا إحنا تفاجأنا، صدمة الحداثة تلك التي بدأت يعني في حينما تفجر مركز الثقافة، المركز التجاري ب 11 سبتمبر على ما أعتقد. هنا الآن بدأت يعني بدأ النقد الغربي والأدب الغربي بدأ يتجه إلى كتابات إنه كيف نفهم الآخر. طب هذه الإنسان الغربي بات قلقا على مستقبله وعلى هويته وعلى تعامله مع الآخر،
وثقافته أيضا والكوارث الطبيعية والحروب. وظهر الآن ما يحدث الآن على الساحة، وهذا يجب أن نتنبه إليه، يعني أدب الشتات. هؤلاء الذين هجروا من أوطانهم، هاجروا من أوطانهم، يعني مثلا هاي الأستاذ حميد، شوف عم ينتج أدب، هذا أدب أيضا، أدب الشتات وأدب الصراع. يعني الآن رجعنا لما قبل الاستعمار، أدب الصراع ونقد الصراع، حتى على مستوى العمارة والموسيقى والفنون. لاحظ الآن الكتابات في أمريكا الآن كثيرة مستوحاة من الغزو للعراق ومن غزو أفغانستان، والآن بدأ النقد يتجه في هذا الاتجاه. يعني يمكن أن ندرجه في إطار النقد الثقافي، لكن بدأت أسئلة جديدة. يعني الآن المهاجرين، الهجرة، أدب الهجرة، هوية المجتمع الغربي نفسه الآن، وهوية المجتمع العربي المفرغ من طاقاته الإبداعية. هذه يعني التغيير اللي عم يحدث في سوريا وليبيا ولذلك من 2011 لليوم بدأت تتبلور صورة النقد، هو النقد الممهد لهذا القرن على ما أعتقد، ويمكن أن يدرس في السياق الثقافي، ويجب أن نتنبه له حتى على مستوى الدراسات الأكاديمية. أخي خليل، يعني هذا أدب الشتات، الصراع، التحول الجنسي، المثليين، خطر الهوية الغربية الآن مشكلات. هل فهمنا الآخر؟ إحنا أدب الإرهاب، الأدب المرتبط بداعش، الأدب المرتبط بالإرهاب وغيره. فالآن في صدمة حداثة. أنه أضف إلى ذلك أدب النقد التفاعلي، خليني أسمي، ما بدي أسمي الأدب التفاعلي. الآن أنت تنتقل إلى الفضاء الكوني والأدب الرقمي والنقد التفاعلي، هذا هو مستقبل الآن النقد. ولذلك حين قلت في بداية كلامي أن النقد مفهوم مائج، يعني متموج، هو يتبع ما ينتجه الإنسان، يعني هو يصور لك فعل، الفعل الإنساني على مستوى الانفعال، على مستوى إحداث التغيير. ولذلك بدأت الآن حتى الأفلام السينمائية، حتى الروايات، يعني هي الآن تسعى في هذا السياق، تحاول أن تفهم الآخر، وتحاول أن تطرح هذه الإشكاليات التي أحدثتها الصدمة حينما صدم الغرب، أنه كيف إحنا نهاجم في المركز الغربي في أمريكا. وشكراً. شكراً جزيلاً دكتور عاطف. نذهب إلى التوصيات، سأبدأ بالأستاذ صبري، ثم أذهب إلى الدكتورة دريا فرحات التوصيات، ثم الدكتور حاتم الشماع، وبعد ذلك أعود بعد ذلك إلى ضيوفي الثلاثة، الدكتورة دورين، دكتور خليل، الدكتور حمد. أستاذ صبري، توصيات. بداية أشكر جزيل الشكر على هذا المنبر البديع وهذه الندوة الرائعة وكل النقاد والناقدات والمتداخلين والمتداخلات. التوصيات، وقبل التوصيات بجملة واحدة، نحن نحتاج أستاذ صبري، أول توصية ادعموا المنتدى. ادعموا المنتدى ماديا ومعنويا. ثاني توصية، أدعوكم لحضور برنامجي من أجل التنوير غدا، اللقاء مع الأب الشاعر القس جوزيف إيليا في تمام الساعة 8 مساء على صفحتي بشكل مباشر، تقدروا تتابعوني. واحد، التوصيات يا صديقي، هناك مشكلة كونية في نشر الثقافة الإنسانية الخلاقة، ليس في العالم العربي، ونحن في العالم العربي نعيش في قارب مترجرج، لا يوجد عندنا أرضية ثقافية متينة تستطيع أن تواجه حضارة وثقافة الغرب والعالم. المشكلة حضارتنا التي كانت بين أيدينا في العالم العربي، الحضارة المعروفة، منقرضة وممسوحة وممسوخة وغير موجودة. والحضارة كتعريف هي تراكم معرفي ثقافي إنساني، نحن لا يوجد عندنا تراكم معرفي ثقافي. ولذلك توصياتي هي
التركيز على الأدب الإنساني، على الأدب الخلاق، والتعاون مع كل جهة شرقاً أو غرباً بدعم هذه الثقافة. ولذلك أنا خرجت خارج السرب وأسست مجلة السلام الدولية، والآن قناة السلام الدولية لترويج ثقافة السلام والوئام بين البشر. هذا هو المهم، وهذا يفرز ثقافة جادة وحداثوية وما بعد حداثة وحضارة إنسانية. شكراً. صوت ما عندك صوت استاذ، صوت عندك مغلق. شكرا جزيلا استاذ صبري. وفي الحقيقه ايضا يعني الواقع ليس سوداويا تماما، يعني احنا مثلا بتجربتنا المنتدى العربي الاوروبي للسينما والمسرح هناك قنوات ايضا قنوات عالميه تهتم بنا وتهتم يعني بالمنتدى بممثلين المنتدى عبر راديو مونتي كارلو، راديو صوت العرب من القاهرة، وعد من القنوات والمواقع ينشرون هذه الدراسات وينشرون هذه ويهتمون بأخبارنا. ظهور عدد من الوسائل أو عدد من القنوات المهمة، قناة السلام الدولية والتي نحييها، نحيي أيضا الدكتورة درية فرحات، ملتقى الحرف العربي، هناك عديد من المواقع، الملتقى الثقافي العربي في تونس، عدد من القنوات، وسائل التواصل الاجتماعي أو أقول الوسائل الافتراضية، يعني أيضاً عديد من الملتقيات والمنتديات تأسست وأصبح لديها حضوراً رائعاً، وتقدم أيضاً يعني الوجه العربي المشرك ربما أكثر من القنوات الفضائية، لأن هنالك فعلا قنوات فضائية تقدم الهش والغث وتقدم يعني التفاهة إلى أبعد الحدود، رغم أنها قنوات فضائية حكومية مدعومة بالمال العربي وبالمال الشعب المسكين الفقير. فإحنا نحيي كل هؤلاء، نحييكم أيضا، أنتم أيضا الذين تتواجدون معنا عبر نافذة المنتدى العربي وعبر العديد من النوافذ العربية الرسينة، والذين تقدمون أيضا يعني رؤية جميلة. هذه الندوة أعتقد أنها تؤسس لملتقى يجب أن يكون أو يجب أن يتحقق، ملتقى خاص عن النقد نتناقش بعد ذلك. إذن أذهب بعد ذلك الدكتورة درية فرحات، توصياتك في هذا اللقاء، أنت استمعتي لمعظمها أعتقد، تفضلي، توصيات مهمة ترينها يجب أن تطرح. نعم أستاذ حميد والجميع، يعني أنا سأقول بما سمعت طبعا أو بما أريد أن يعني أرى أنها فكرة جيدة. أنا دائما أرى أنه الإنسان ليصل إلى الفكرة أو إلى النقد السليم أو إلى الفكرة السليمة لابد أن ينطلق من الذات وأن ينطلق من الخصوصية التي لديه، طبعا إضافة إلى أن يكون هناك نوع من التفاعل مع ما يظهر في العالم. طبعا أكيد يعني أنا لست مع جلد النفس وجلد الذات، انه احنا دائما لا احكي عن الوطن العربي اننا لسنا في مجال لابراز الطاقات ولابراز الابداعات. صح هناك مؤثرات سلبيه، مؤثرات سياسيه، مؤثرات خارجيه تفرض بعض النقاط في محيطنا، ولكن نحن يعني حتى مثلا دكتور حمد عدد الكثير من الدراسات الفكريه او من المفكرين اللي برزوا، وما زال الى الان هناك الكثير من المفكرين القادرين على ان يثبتوا أنفسهم بمسألة المنهج. من المهم أن الإنسان ينطلق من الروحية التي لديه، من التراث الذي لديه، وأن يطور ذلك لكي يصل إلى أن يجعله قابلاً أن يتناغم مع العالمية الموجودة. الحفاظ على ثقافة الإنسان وعلى روحيته هي التي تساعد على بقائه وعلى نجاحه. يمكن شوي بهالطريقة بخالف الصبري بمسألة أن دائما نحن المشكلة لدينا، في أحيانا مسببات خارجية، في أحيانا المحيط يفرض علينا ويمنع علينا أنه نصل. فإذا أنا أهم توصية عندي أنه نعود إلى روحيتنا، إلى تراثنا، لكونه الانطلاقة
لكي ننطلق إلى عالم النقد الحديث في هذا الزمن. وشكرا. شكرا جزيلا. أذهب دكتور حاتم أعطيك، إذا كانت لديك توصيات وأنت قد أوصيت أيضا، يعني عليكم الاهتمام بإبداعات اليمنية أيها النقاد في العالم العربي، لأن والله العظيم يعني أقول في بعض الدول الغنية بالنفط وأقولها يعني، أو بعض الدول الغنية يعني مبدعين أو ربما كتاب، وبمجرد أن يكتب الواحد قصة من 6 أسطر وتكون عليه بعض الدراسات أو تنشر هذه الدراسات بشكل مكثف، وأهل اليمن يعني فيهم الشعر وفيهم النقد وفيهم أيضاً الإبداع، وهم يعيشون أيضاً في حالة رثة يعني بمعنى حصار، إنترنت ضعيف، التواصل يعني أحياناً أحب بعض الأصدقاء يريد أن يرسل لك إيميل يستمر 4 أيام 5 أيام يا شيخ، بده يتصل عليك على الواتساب بده أسبوع، يتصل عليك بده شهر، فبده يوصل لفرنسا بده 20 سنة يعني. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا، وشكرا لك دكتور حميد على هذه المنصة التي عرفتنا بهؤلاء النخبة من المثقفين العرب. ما نريده هو مثل هذه المنصة التي تجمعنا جميع أطياف الوطن العربي بمختلف نظراتهم للنص، سواء كان نص أدبي، نص سياسي، نص علمي. هكذا سنستطيع أن نطور في النظرة، سواء كانت على هيئة دراسة أو تنظير أدبي. مثل ما قلت، هناك نصوص يمنية ما زالت تحتاج للقراءة، خاصة في ظل هذه الظروف. أنتجت الساحة اليمنية الكثير من النصوص كروايات وشعر وقصص قصيرة، لكنها لم تصل. ومثل ما شاهدت في الآونة الأخيرة عن البوكر وعن جائزة كاتارا وما يقول إليها من أيديولوجيات وإقصاءات لبعض النصوص، إن شاء الله في حلقات أخرى سنتناول الجوائز واتجاهاتها وما وراءها، هل هناك أيديولوجية معينة لها أو غير ذلك. نشكر جميع المتحدثين، استفدنا الكثير، نشكر الدكتور حميد وأعذرونا على التطويل. شكرا جزيلا دكتور حاتم. والآن أذهب وأبدأ مع الدكتور خليل شكري، أعطيك تتناول التوصيات المهمة، وإذا كانت هنالك كلمة ختامية تود أن تختم بها باعتبارك أيضا أنت كنت من أحد أقطاب هذه الندوة، يعني حاول أن تكون مختصرا ونوصيك بينا الوقت. نعم، شكرا أستاذ حميد. أنا أعتقد عندما تناولت هذا الموضوع ووضعت يدي على بعض الإشكالات التي مرت على النقد العربي، لو الآن قرأنا هذه الإشكاليات نجد أن كل إشكالية يتضمن أو تتضمن هذه الإشكالية حل ومعالجة داخلية داخل الإشكالية. يعني عندما تشخص الإشكالية وتشخص الأسباب ستكون الحلول عندك حاضرة وجاهزة، لكن بشكل عام أقول أننا بحاجة إلى مشروع نقدي عربي ينبري لهذا المشروع مؤسسات، أو تنبري لهذا المشروع مؤسسات نقدية وبدعم حكومي كبير، حتى نستطيع أن نشتغل على مشروع نقدي عربي أصيل. نحن بحاجة إلى التخصص النقدي، وعلينا أن ننحي جانباً الطارئين على هذا الموضوع، ولا نعير أهمية لا للنقد الانطباعي ولا للنقد الصحفي، لأنهما لن يفضيان إلى بلورة رؤية نقدية عربية حقيقية، إعادة قراءة التراث النقدي العربي وجعل هذا التراث المنطلق الأساسي في بناء نظرية نقدية تزاوج بين أصالة
أصالة التراث النقدي وأيضاً بين المنطلقات النقدية الحديثة التي ظهرت بمختلف تمظهراتها وبمختلف صورها. إيصال النقد العربي إلى العالم هذه أيضاً مسألة مهمة، للأسف لم نستطع أن نوصل النقد العربي نقداً ومتناً إلى العالم، وهذه مسألة مهمة، وأيضاً عولمة الثقافة العربية هذه أيضاً قضية مهمة ممكن أن تساعدنا بطريقة أو بأخرى في بلورة رؤية نقدية عربية جديدة. شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً أستاذ خالد. دكتور خالد شكري أذهب الآن دكتورة دورين، ويكون مسك الختام دكتور حمد حجي. أولاً أريد أن أشكر جميع النقاد المتداخلين وجميع الحضور، والواقع استفدنا كثيراً من هذه الأمثلة الراقية، وكل واحد أضاف الكثير من الأفكار التي يمكن أن تكون حلقة بحثية بحد ذاتها. في الواقع ربما يجب أن نسلك طريقاً جديداً في النقد، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون من دون أن يكون هناك حاضنة ثقافية، والنقد الجديد هو الذي يتولد ربما من الاستخدام الجديد للغة ومن البنية الجديدة للفكر، وفي نفس الوقت من دون الانسلاخ عن تراثنا. بهذا الصدد أنا أريد أن أطرح العديد من الأسئلة. إلى من نوجه النقد؟ إلى قارئ متخصص أو إلى شريحة أوسع من القراء؟ ونحن الآن نعاني من أزمة نص، من أزمة قارئ، ومن أزمة كاتب. عندي ثلاث أزمات: المتلقي، الكاتب، والنص. هذه الأزمة يجب أن نجد لها حلا. هذا أولا. ثانيا، ألا يجب أن يعي النقد دوره في المجتمع؟ لأن النقد مندرج في سياق الإنتاج الاجتماعي، وهو منشغل بالثوابت العامة لحركة المجتمع وعلى رأسها الحرية والإبداع. هذه الأسئلة يمكن أن نطرحها في ندوة ونعالجها، وهذا ما أتمنى، وشكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا دكتورة دورين. وإحنا كما قلنا يعني نتفق إن شاء الله بعد رمضان يكون عندنا ملتقى خاص عن النقد، ويعني هذه أمنية كانت من زمان، يعني عملنا تقريبا أكثر من 10 ندوات أو يعني عالجت بعض قضايا النقد، ولكن ربما يكون هنالك ملتقى لعدة أيام بحيث نستطيع دراسة العديد من الأسئلة اللي طرحت في هذه الندوة وطرحت في ندوات سابقة. دكتور حمد ختام مسك، وأود فقط أن أذكر الأسبوع القادم إن شاء الله معنا الدكتور منير فوزي، سيكون في ندوة شعرية برئاسة الأستاذة العزيزة الدكتورة دورين سعد وبحضور عدد من الأساتذة النقاد، وإن شاء الله أيضاً ديمونش سامدي يعني قصدي ديمونش بيكون الأحد الذي بعده بيكون أيضاً في ندوة أيضاً أخرى مهمة حول السرد، بتكون أيضاً مع الدكتور محمود خليف. فإن شاء الله أنا وضعت الرابط بالنسبة لندوة الأسبوع القادم. الدكتور منير كان المفروض أن يكون معنا وهو حاضر في البداية، لكن يبدو أنه انشغل أو انقطع عليه النت. فأسبوع القادم إدارة الأستاذة العزيزة الدكتورة دورين نصر دورين سعد بنكون إحنا تحت إدارتها وبنكون محكومين يعني تحت حكمها. ختام مسك دكتور حمد بدنا هاي شكرا. أهم التوصيات اللي تحب إنك تقولها. نعم، أولا شكري الكبير معناها لأصدقائنا خاصة أستاذ صبري يوسف الذي يدأب كثيرا على هذه الملتقيات، يعني وهو يعبر عن لبنة أو يبني لبنة جديدة في ثقافتنا العربية، وهذه ليس رميا للورود وإنما حقيقة صراحة رأيت فيه هذا. كذلك أشكر دكتور عاطف الدرابسة خاصة في ما يتحفنا به من معارفه العميقة، وشكري أيضاً للأستاذة دورين والأستاذ شكري
دون كما قلت يعني دون رمي الورود. هذه الندوة هي ندوة فائقة الدقة. فقط أريد أن أضيف شيئا، هنالك لبنة جديدة فيما ذهب إليه الدكتور عاطف، ما نعبر عنه بمسيرة الأشكال الرقمية والتفاعلية في الأدب. هنالك بذرة نقدية خاصة عند بعض المغاربة وبعض الدكاترة في الجامعة، وتتعلق ب قلت مبدأ أو دراسة تفاعلية عند سعيد يقطين في كتابه الجديد من النص إلى النص المترابط، يعني ويتحدث فيه عن الجمالية الأدب التفاعلي. هذه دعوة لأصدقائي معناها خاصة في هذا المجمع إلى أن نؤسس إلى رؤية نقدية جديدة تفاعلية، إلى رصد مشروع نقد تفاعلي فيه آفاق نقد عربية معاصرة. وهنا أريد أن أبعث بنكتة أقول أنه علينا ألا نكون في موقع القوابل، أن لا يكون الناقد في موقع القابلة، بل ولا يمكن أن يكون أيضا في وظيفة الصيرفي الذي يختبر المعادن. ذلك أن القابلة التي تشرف على ولادة الكاتب أو على ولادة الكتاب أو على ولادة المدرسة النقدية ليس عليها أن تتقبل ما يولد على يديها كما هو، وعليها أن ولا عليها أن تشارك باسمه فقط، وإنما أقول أن الناقد لابد أن يكون ولودا أيضا، وأن يكون صيرفيا، ليس كل ما يبرق ذهبا. وشكرا لكم، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم رغم اطلاعي ربما على جهتين الدراسات الأوروبية والأمريكية. شكرا لكم. دكتور حامد، كان لديك نتائج توصيات مهمة في نهاية ورقتك، التوصيات الثلاثة المهمة، أعتقد أنها توصيات حقيقية ومهمة لأن تكون توصيات فعلا حقيقية. شكرا. شكرا جزيلا، يعني كانت ندوة رائعة استمرت لمدة أكثر من 3 ساعات. الشكر والمحبة. إحنا أيضا نؤسس أيضا كما قلنا يعني نتفق بعد رمضان إن شاء الله بعد العيد مباشرة يكون ملتقى بعدة أوراق، يعني كل منكم يقدم ورقة ويأخذ وقته للنقاش ويأخذ وقته أيضا للحديث، ويكون هنالك وقت أيضا. إحنا عندنا حوالي الآن أنتم ما شاء الله تبارك الله 7-8 أصدقاء، وربما ينضم أيضا معنا 4-5-6، إذا كان هنالك 15 ورقة نقدية بيكون مؤتمر ولا أحلى مؤتمر، يعني بيكون يعني شكا وكل واحد يكون لديه يطرح نقطة معينة أو محورا خاصا. في نهاية هذا اللقاء أود أن أشكركم كل بصفته وباسمه، الشكر العزيز والأعزاء، الأصدقاء الذين تابعونا، الأصدقاء الذين طرحوا الأسئلة، الأصدقاء الذين أيضا يعني يشاهدون أو شاهدوا هذه الندوة يعني أونلاين عبر قناتنا فيسبوك أو بعض المجموعات التي نوزعها، وإن شاء الله تكون هذه أيضا على قناتنا قناة يوتيوب. نتمنى أنكم تتابعوها، ونحاول أن ننشر ملخص يعني ولو ملخص بسيط عن هذه الندوة، ونتمنى أيضا من يحب أن يرسل لنا الورقة كامل وإحنا ننشرها، ونحاول سواء الكاتب ينشرها أو نحن أيضا نحاول أن ننشرها بعدة مواقع. تحية ومحبة لكم، ليلة سعيدة، خالص المحبة، كان معكم من باريس حميد عقبي، ميرسي بوكو، ليلتكم سعيدة، تصبحون على خير. تصبحون على خير.